نحمد ربنا ألف مرة ألف حمد. حضرت أخيرا روح تيشيرت منتخبنا الوطني بعد طول غياب. تأهل منتخبنا الوطني بشق الأنفس وبرحمة ربنا وبعشم 105 مليون مصري وبدعاء الوالدين وبأقدام لاعبي منتخب موزمبيق. تعادل ثالث على التوالي وبنفس النتيجة، تعادل أدى في نهاية المطاف إلى التأهل، ونقدر نسميه تأهل بطعم جبر خاطر المصريين. للمرة الأولى في هذه النسخة من البطولة بنشوف أداء وروح يتماشوا تماما مع طموحات الجماهير ومع قيمة وثقل وتاريخ تيشيرت المنتخب الوطني بتاعنا. هيكون لنا أكيد كلام كتير قوي في هذا الإطار عن منتخبنا وعن ماتش امبارح وعن اللي منتظر منتخبنا الفترة اللي جاية إن شاء الله. الكلام ده كله هيكون في سياق حلقتنا، وكالعادة في الساعة الثانية بيكون عندنا فقرتين حواريتين. النهاردة هتكون الفقرة الأولى مع الدكتورة هبة جرجس رئيس الاتحاد المصري للتزحلق الفني على الجليد، وهنعرف منها أكتر عن تفاصيل هذه اللعبة. والفقرة الثانية هتكون فقرة كروية بحتة، أكيد بقى هنتكلم فيها بالكامل عن تأهل منتخب مصر لدور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية، ودي الفقرة اللي هينورنا فيها الأستاذ سامح سمير الناقد الرياضي. ولغاية لما تيجي يعني أو يجي معاك فقرتنا دي، بداية كلام لازم نحمد ربنا فعلا ونبوس إيدينا وش وظهر. منتخب مصر تأهل إلى الدور الثاني لبطولة أمم إفريقيا بعد ما تعادل مع الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من الدور الأول. رفع منتخب مصر رصيده بعد هذا التعادل إلى 3 نقاط، احتل بيها المركز الثاني في هذه المجموعة خلف الرأس الأخضر المتصدر للمجموعة بـ7 نقاط. حصل تريزيجيه على جائزة أفضل لاعب في هذه المباراة، وتريزيجيه امبارح الحقيقة كان ممتاز، ومصطفى محمد كان ممتاز، واللعيبة كلهم كانوا ممتازين الحقيقة. ما نقدرش نتهم أي حد فيهم بالتقصير بأي شكل من الأشكال. الظاهر إن احنا كما هي العادة لازم نكون مضغوطين قوي جدا خالص عشان نرجع نشوف تاني الروح اللي احنا كنا مفتقدينها في أول ماتشين. الروح لما غابت اضطرينا نتحط في حسابات ما كناش المفروض نبقى محطوطين فيها، ولكن سبحانك يا رب سبحانك يا رب. وفي الثواني الاخيره من ماتش موزمبيق بعد ما كانت موزمبيق متاخره بهدفين تعمل ريمونتادا وتسجل هدفين عشان نصعد احنا، يعني اللي حصل ده الحقيقه كان في صالحنا احنا اكتر بكتير ما هو في صالح منتخب موزمبيق. هنتكلم اكيد في فنيات هذه المباراه اللي ممكن مبدئيا نديها عنوان كده هو تعادل بطعم الفوز او تاهل بشق الانفس وبالمعنى الحرفي للكلمة أو للعبارة. ابتدت مباراة امبارح طبعا بداية سريعة جدا من جانب الفرقتين. الحقيقة منتخب مصر كان عنده مجموعة من التسديدات على المرمى في محاولة لتسجيل هدف مبكر لتسهيل اللقاء، لكنها في الآخر كانت كلها فرص مهدرة. أهدر مصطفى محمد فرصة محققة الحقيقة لهز شباك المنافس في الدقيقة 12، ورجع أهدر فرصة تانية في الدقيقة 21. حاول منتخب الرأس الأخضر هو كمان أن هو يوصل لمرمى الشناوي أكتر من مرة، كل هجمة منهم كانت في منتهى الخطورة، وإحنا عندنا مشكلة كبيرة ولازم نقف عندها في خط الدفاع عندنا. هنتكلم برضو في هذه التفصيلة لاحقا طبعا، لحد ما سجلوا هدف في الدقيقة 45 بسبب خطأ دفاعي مننا. نجح تريزيجيه الله يبارك له في انه يسجل هدف التعادل في الدقيقه 49، وفي الدقيقه الرابعه من الوقت بدل الضايع نجح مصطفى محمد في انه يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر. كان هدف ممتاز، لكن الراس الاخضر رجع هو كمان وتعادل في الدقيقه 96 في ماتش ماراثوني جدا لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2. وبكده الحمد لله رب العالمين بيتاهل منتخب مصر الى الدور الثاني كتاني المجموعه الثانيه. تاني نرجع ونقول احنا اللي حطينا نفسنا في الموقف ده، بس قدر الله وما شاء فعل، والف حمد وشكر ليك يا رب. الجدير بالذكر، وده الموضوع اللي طبعا الناس كلها بتتكلم عنه يعني اليومين اللي فاتوا، محمد صلاح هيرجع مركز التدريبات في ليفربول يوم الاربعاء ان شاء الله غدا لبدء برنامج تاهيلي مكثف مع الجهاز الطبي لليفربول عشان يعالج الاصابه العضليه اللي تعرض لها مع منتخب مصر. الاصابه طبعا اللي اجبرته على الخروج من الملعب في الشوط الاول من ماتش غانا، وتم التوصل الى اتفاق مع الاتحاد المصري لكره القدم. هيخضع من خلال هذا الاتفاق محمد صلاح للعلاج في ليفربول، هيبتدي بالفعل العمل مباشره مع الطاقم الطبي للنادي بمجرد عودته الى ليفربول بهدف العوده الى الملاعب في اقرب وقت ممكن للنادي وللمنتخب، وده هيمنحه افضل فرصه ممكنه للعوده من جديد للمنافسه في كاس الامم الافريقيه. امبارح الحقيقه من ضمن الحاجات اللي ساعدتنا على التاهل لدور الـ16 هو تعادل منتخب غانا مع موزمبيق بنتيجه 2-2. ده خدمنا احنا اكتر بكتير ما خدم موزمبيق، وادانا فرصه ذهبيه غير متوقعه للتاهل. ماتش غانا هو كمان بالمناسبه كان ماتش صعب جدا، غانا سجلت في البدايه هدفين لكن في الوقت بدل الضايع كانت المفارقه الكبرى.
لان موزمبيق قدر ان هو يعود من جديد ويسجل بدل الهدف هدفين ورا بعض في الدقيقه 91 و94، وبكده خرج غانا من البطوله. يعني نقدر نقول ان موزمبيق عملت معانا واجب كبير جدا تشكر عليه الحقيقه، اهدتنا التاهل لطبعا المرحله القادمه باللي عملته مع غانا في اللحظات الاخيره من المباراه. وطبعا كل الناس كانت قاعده ما بين بتتابع ماتشنا وما بين بتتابع ايه اللي بيحصل مع موزمبيق وغانا، عشان بناء عليه هنشوف احنا رايحين فين. والف حمد وشكر ليك يا رب. تعالوا بقى نروح للنادي الاهلي ومعسكر النادي الاهلي في الامارات. امبارح كابتن محمود الخطيب اجتمع بلاعيبه الفريق وبالجهاز الفني طبعا بقياده مستر كولر، واتكلم معاهم كلهم عن اهميه هذا المعسكر وضروره الاستفاده منه وان احنا نحقق منه اكبر استفاده فنيه ممكنه، يعني خصوصا ان المرحله اللي جايه بتتطلب الاستعداد والجاهزيه على أعلى مستوى في إطار الاستعدادات للارتباطات المحلية والإفريقية للنادي الأهلي، اللي طبعا هتكون أو هتبتدي مباشرة بعد منافسات كأس إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار. نروح بقى لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وتفاصيل جديدة عن المعسكر الموجود حاليا في الإمارات، واللي هيتخلله بالمناسبة ماتشين وديين. أول مباراة منهم هتكون النهاردة إن شاء الله، طبعا هيكون طبعا هذا كله في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة. في سياق حلقتنا النهارده اكيد هنروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح، وهو الحقيقه ما بيتوصاش فاروق كالعاده، سواء فاروق كريم كل الزملاء والزميلات الحقيقه عاده ما بيدوناش اي فرصه ان احنا نطرح المزيد من الاسئله من كتر ما دايما تقاريرهم يعني بتكون كافيه ووافيه، وده هيحصل في سياق حلقتنا النهارده ان شاء الله هنطمن كل حضراتكم. نروح بقى للمنتخب الاولمبي تحت قياده البرازيلي ميكاليا المدير الفني، اللي امبارح اختتم تدريباته في ملعب الاتحاد الاماراتي استعدادا للقاء السعوديه النهارده ان شاء الله ضمن معسكر اعداد المنتخب للمشاركه في دوره الالعاب الاولمبيه باريس 24. ماتش السعوديه هيكون ضمن سلسله لقاءات وديه ضمن منافسات دوره دبي الدوليه الوديه في دوله الامارات خلال الفتره من 17 الى يوم 28 من شهر يناير الجاري. وسبق وتعادل منتخبنا مع قطر سلبيا، وسبق وخسر من العراق في لقاء جمع ما بينهم قبل كده. النهارده بقى منتخب مصر هيواجه انجولا في ربع نهائي كاس الامم الافريقيه لكره اليد، واحنا من اول اسبوع فاتحين مع حضراتكم هذا الملف وبنعرفكم دايما اول باول اخر الاخبار والمستجدات. طبعا هيخوض هذا اللقاء وهو صاحب العلامه الكامله ومتصدر المجموعه الثانيه برصيد 4 نقاط بعد ما فاز في مباريات الدور الاول. منتخبنا فاز في المباراه الافتتاحيه على غينيا، ثم على الكونغو برازافيل، واخيرا فاز على الكاميرون في ختام مباريات دور المجموعات. والحقيقه الشباب عاملين شغل ممتاز ممتاز ممتاز، وبنتمنى لهم المزيد من الانجازات الفتره اللي جايه ان شاء الله. وبرده في نفس الاطار عايز اعرف حضراتكم ان امبارح نظمت وزارة الشباب والرياضة جولة سياحية في منطقة الأهرامات لكل المنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا لكرة اليد، وكل المشاركين طبعا كانوا فرحانين جدا وعبروا عن سعادتهم بزيارة هذه المعالم السياحية المصرية. وطبعا ما فيش شك ان استضافة مصر لمختلف الأحداث الرياضية الكبرى بيبقى لها دور كبير قوي في الترويج للمعالم السياحية المصرية وفكرة تنشيط السياحة. كل فرد مشارك لاعب مش لاعب في الجهاز الإداري في الجهاز الطبي، الناس دي لما بتجد ما يسرها وبتصور ما يسرها وبتشير ما يسرها، دي فرصة جميلة جدا ان احنا نوري العالم كله جمال بلدنا، الى جانب كمان التأكيد على تفصيلة ان احنا عندنا القدرة على حسن تنظيم واستضافة اهم واكبر البطولات العالمية في الرياضات المختلفة. مصر بقالها فترة بتنظم كؤوس عالم وبطولات عالم في كل الرياضات، ودايما بنتكلم مع حضراتكم عن هذا الأمر بفخر شديد، وده انعكاس طبيعي جدا للتطوير المذهل اللي حصل في زمن يكاد يكون قياسي في مسألة البنية التحتية الرياضية في مصر. شفتوا لما بنشتغل الدنيا بتندع ازاي، وده اللي حصل بالفعل. ده من جديد لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. قبل بقى ما نعرف إيه آخر الأخبار والمستجدات من خلال زميلنا العزيز فاروق صلاح المتواجد حاليا في دولة الإمارات العربية الشقيقة مع طبعا بعثة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، ما تيجي نبص بصة الأول على المنتجع المقيم فيه حاليا أو المقام فيه حاليا طبعا معسكر النادي الأهلي، وشايفين إن الدنيا رايقة إلى أي درجة. طبعا حمام سباحة ومساحات خضراء كبيرة، ودي دايما بتكون من أهم متطلبات أي معسكر بيقيمه النادي الأهلي، فكرة يعني الهدوء وفكرة إتاحة الفرصة الكافية للتركيز والبعد عن أي ضوضاء أيا كان نوعها إيه. طبعا دي دايما سمة غالبة على كل المعسكرات. المكان جميل جدا الحقيقة، ونتمنى إن شاء الله هذا المعسكر يعني يؤتي ثماره الفترة اللي جاية بإذن الرحمن على لعيبة النادي الأهلي. تعالوا بقى نروح لفاروق صلاح ونعرف إيه آخر الأخبار والمستجدات. يا فاروق صباح الفل عليك وأهلا بيك.
صباح الفل يا كريم، بصب عليك وبصب على كل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. بالفعل يا كريم، يعني أنت قلت نقطة في غاية الأهمية، الأمور أو الأسس اللي بتختار عليها أو من خلالها المعسكر اللي أنت هتقيم فيه، أول شيء هو الهدوء وتوفر كافة الأمور اللي أنت بتحتاجها سواء في الناحية الطبية في ناحية الاستشفاء. أعتقد كل هذه الأمور يعني متوفرة تماما في هذا المنتجع اللي بيتميز طبعا بالهدوء، يعني اللون الأخضر في كل مكان كان يعني امر بيدي الارتياح نفسي للاعبين للجهاز الفني، تبقى الطاقه كلها متفرغه للتدريبات فقط. فاعتقد دي كانت من الامور المهمه جدا، حسن اختيار المكان وايضا كان حسن اختيار التوقيت يا كريم. عايزين نعرف منك برضو يا فاروق، يعني اللي حصل امبارح في زياره كابتن محمود الخطيب وكلامه مع مستر كولر ومع اللعيبه، قال لهم ايه وقالوا له ايه؟ المود العام اللي موجود عندك بصفه يعني بشكل عام عامل ازاي؟ يعني خلينا اقول لك يا كريم، من اول يوم المود العام تركيز شديد من الجميع، جهاز فني، لاعبين، اللعيبه الناشئين، الجميع بيركز على استغلال كل دقيقه كل ثانيه في هذا المعسكر. طبعا بالامس كان تواجد الكابتن محمود الخطيب اللي طبعا كان متواجد هنا في الامارات يعني لحضور حفل تكريم النادي الاهلي كافضل نادي في الشرق الاوسط في جائزه جلوب سكر، واحد من الجوائز المهمه جدا اللي اندلت بتدل على قيمه ومكانه النادي الاهلي. بالامس طبعا تواجد الكابتن محمود الخطيب في مقر اقامه الفريق، اجتمع مع الكابتن خالد بيبو، اجتمع مع مستر مارسيل كولر، اجتمع مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب النادي الاهلي، اتكلم في رسائل مهمه جدا لكافه اللاعبين سواء اللعيبه الكبار او اللعيبه الناشئين. عندنا مرحله مهمه الفترة القادمة، عندنا تحديات كتير سواء في البطولة الإفريقية اللي يعني واحنا لسه متوجين باللقب النسخة العام الماضي، الجماهير بتطالبنا وإن شاء الله، واحنا كأفراد منظومة إعلامية للنادي الأهلي أو يعني احنا كجزء من جمهور النادي الأهلي أكيد بنطالب الجهاز الفني، بنطالب اللاعبين بهذه البطولة، طالب اللعيبة بالتركيز في المشوار القادم سواء في البطولة الإفريقية سواء نهائي كأس مصر اللي هيكون أمام فريق الزمالك أو بطولة الدوري العام. ادى يعني أمثلة كتير جدا ونصائح مهمه للعيبه الناشئين، نفس الاطار اللي بنتكلم فيه، والكابتن الخطيب بيوجه يعني رسائله والنصائح للعيبه الناشئين ان الفرصه طبعا في النادي الاهلي وفي الفرق الكبيره ما بتجيش كتير وما بتجيش بالسهوله اللي يعني الظروف المعسكر جت في التوقيت ده. على كل لاعب ان هو يستغل التوقيت، على كل لاعب ان هو يستغل الفرصه، كل لاعب يقدم اوراق اعتماده للجهاز الفني، كل اللعيبه موضوعه تحت اعين مستر كولر. اكد الكابتن الخطيب على قطاع الناشئين في النادي الاهلي ان دوره مهم جدا لخدمه فريق النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. طبعا الكابتن الخطيب متواجد مع الفريق في مقر اقامه فريق النادي الاهلي، ويعني على هامش هذا الامر يا كريم واحنا بنتكلم على قيمه الكابتن الخطيب وقيمه النادي الاهلي، يعني اثناء زيارتنا او تواجدنا او لقاءاتنا مع الاخوه الاشقاء الاماراتيين، اللي انت ما تحسش ان انت غريب، انت هنا في الامارات بلدك الثاني، وعلاقه الود والحب للشعب المصري وللفريق النادي الاهلي. النهارده طبعا كان موجود مدير عام التنميه السياحيه باماره عجمان سعاده الشيخ محمود خليل الهاشمي، يعني ده مدير العام للتنميه السياحيه بعجمان اللي كان يعني حريص ان هو يتواجد هنا في مقر اقامه فريق النادي الاهلي عن الالتقاء بالكابتن الخطيب، بيبارك للكابتن الخطيب على تتويج النادي الاهلي بجائزه افضل نادي في الشرق الاوسط، حرصه على الالتقاء وزياره الكابتن الخطيب والاطمئنان على كافه امور فريق النادي الاهلي. يعني كلامنا مع الاخوه الاماراتيين بيقولوا ان الكابتن الخطيب ده بالنسبه لنا مثال كبير جدا، اسطوره ليست لمصر ولكن للوطن العربي. النادي الاهلي مش بتاعكم انتوا بس، لا، النادي الاهلي مش بتاع مصر بس، النادي الاهلي ده بتاعنا كلنا، بتاع الوطن العربي. الروح اللي احنا لمسنا والامور دي يا كريم يعني احنا معتادين عليها دايما من يعني في كل الاماكن خاصه في دوله الامارات الشقيقه. طبعا يا كريم الكابتن الخطيب حرص طبعا على اهداء يعني لسعاده محمد خليل الهاشمي يعني درع النادي الاهلي، اعتقد في امور ولافته طيبه جدا وان دلت بتدل على قيمه ومكانه النادي الاهلي. انت عارف يا كريم طبعا النهارده الفريق هيخوض اولى لقاءاته الوديه امام فريق الاخدود السعودي.
مباراة طبعا هتكون في تمام الساعة 5 بتوقيت الإمارات، 3 بتوقيت القاهرة. طبعا يوم اعتيادي، يوم أكنك أنت راح تلعب مباراة في الدوري أو في كأس مصر أو في بطولة إفريقيا. مستر كولر فارض نظامه على اللاعبين من الأمس، يعني خلاص بعد انتهاء التدريب الأخير اللي خاضه فريق النادي الأهلي، اللي بالامس يعني غير ملعب التدريب لاداء تدريباته على ملعب الحمريه، واحد من الافضل الملاعب، وتم خلاص الاستقرار عليه. ان مستر كولر خلال اليومين الماضيين كنا بنؤدي تدريباتنا على ملعب نادي شرطه عجمان، نظرا طبعا لضيق مساحه الملعب وابعاد الملعب، فضل مستر كولر ان يكون محتاج مساحه ملعب اكبر، وبالتالي تم توافر هذه الامور في ملعب الحمريه اللي خلاص تم الاستقرار ان الفريق هيؤدي تدريباته عليه. فرض طبعا على اللعيبه، خلاص اللعيبه دخلت في اجواء اكنك راح تلعب مباراه رسميه. طبعا يعني النهارده هيكون في محاضره للاعبين مع مستر كولر في تمام الساعه 1:30، ثم التحرك الى يعني ملعب اتحاد كلباء اللي بيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي بساعه، التحرك هيكون في تمام الساعه 2. ان شاء الله الوصول يكون لملعب اتحاد كلباء هيكون في تمام الساعه 3 بتوقيت الامارات، 1 بتوقيت القاهره. يعني زي ما نقول وبنأكد، مستر كولر بيطلب من اللعيبه الناشئين كل لاعب يثبت نفسه، كل لاعب يستغل الفرصه. اعتقد يعني امور فنيه كتير جدا هنتمنى ان احنا نشوفها النهارده في ارض الملعب. هنشوف مجموعه من اللعيبه الناشئين الى جانب طبعا مجموعه من اللعيبه المهمه جدا، الجماهير النادي الاهلي والجميع متلهف يشوف وسام ابو علي. النهارده ممكن يكون واحد من اول الاوراق اللي تكون موجوده مع النادي الاهلي في هذه المباراه. انا عايز اقف معاك بقى فاروق عند التفصيله دي يعني قبل برضه ما نكمل الكلام. يعني فكره الاندماج اللي حاصل بين وسام ابو علي وبين بقيه اعضاء الفريق، وبرضه الاندماج اللي حصل ما بين العناصر الجديده اللي تم تطعيم السكواد بتاعنا بيها واللي تصعدوا طبعا في الفتره الاخيره، الى اي درجه المعسكر كان ليه ايادي بيضاء في هذه النقطه، واللعيبه كانوا عاملين مع بعض ازاي؟ وبالمناسبه عايزين برضو نعرف اجواء متابعتهم لماتش المنتخب امبارح كانت عامله ازاي. يعني يا كريم، في امور احنا متعودين عليها، هي امور اعتياديه داخل النادي الاهلي. اي لعيب بيدخل النادي الاهلي ما تحسوش خلاص غريب. اللي هنا بنتكلم على دور اوضه اللبس في النادي الاهلي، يعني على الرغم من تواجد الكابتن محمد الشناوي في المنتخب المصري وتواجد عناصر مهمه جدا مع المنتخب المصري، اللي طبعا بنبارك للمنتخب الصعود لمرحله الدور ال 16، صفحه واتقفلت عندنا مرحله مهمه جدا نتمنى فيها كل التوفيق للاعبي المنتخب المصري، ونتمنى كل السلامه لمحمد الشناوي. لعيبه النادي الاهلي اللي كانت متواجده ايضا في يعني مع المنتخب المصري، مع منتخب تونس، مع منتخب مالي، مع منتخب جنوب افريقيا، الجميع اللاعبين حرصوا على تهنئه وسام ابو علي بانضمامه للنادي الاهلي. ده الامر اللي شايفينه من اللعيبه اللي مش متواجده في المعسكر. على الجانب الاخر، اللعيبه الموجوده معانا في المعسكر، رامي ربيعه، عمرو السوليه، طاهر محمد طاهر، اكرم توفيق، كريم فؤاد، قفشه، حسين الشحات، اللعيبه دي قدرت يعني بسهوله جدا تدخل وسام ابو علي في اجواء فريق النادي الاهلي. طبعا يا كريم انت عارف فتره المعسكر بيبقى انت ال 24 ساعه اللعيبه متواجده مع بعض، يعني خلاص يعني نقدر نقول الظروف خدمت وسام ابو علي ان بدايته مع النادي الاهلي تكون في فتره معسكر، يقدر يندمج مع اللاعبين، يعرف نظام النادي الاهلي، يعرف دماغ الجهاز الفني، يعرف يعني التفاصيل الامور اللي يعني الاعتياديه داخل النادي الاهلي. الامر ده مش على وسام فقط، ايضا على اللعيبه الناشئين. يعني ما فيش في النادي الاهلي يا كريم تحس ان لعيب اساسي او لعيب بديل او لعيب ناشئ، لا، اللعيبه كلها يعني اللعيبه الناشئين فعلا. يعني احنا دايما بنقول ان النادي الاهلي مدرسه بتربي كويس جدا، سواء على المستوى السلوكي، على المستوى يعني الفني. فاعتقد امور كلها مهمه جدا، سواء من اللعيبه الناشئين، يعني احتضان اللعيبه الكبار. يعني يا كريم في كل مره يعني او في كل مشهد احنا بنشوف هي رسائل مهمه، تلاقي محمد مجدي قفشه قاعد ومجمع اللاعبين، احمد عبدين، معتز محمد، ابراهيم عبد الحكيم، ابو الخير، حازم جمال، اسلام عبد الله، مازن اسام، قاعد بيشرح لهم، بيكلمهم، بيديهم نصايح. تلاقي كابتن رامي ربيعه مع عمرو السوليه بيدوا نصايح للعيبه الناشئين. فاعتقد معدلات الاندماج ما بين اللاعبين اتت ثمره في هذه يعني في هذا المعسكر. بالنسبه للمباراه طبعا زي ما قلت لك يا كريم ان مستر كولر فرض يعني نظام مهم جدا على اللاعبين. يعني خلاص عندنا مباراه، طبعا انت عارف ان المباراه كانت في تمام الساعه 10 بتوقيت القاهره، الساعه 2:12 بتوقيت الامارات، وتاني يوم عندنا طبعا مباراه. يعني مستر كولر يعني اللي تقدر تقول كل او اغلب اللاعبين تابع المباراه من خلال الغرف. النظام يعني مستر كولر
فارض على اللعيبه نظام. عندنا مباراه طبعا مش عايز اقول مباراه وديه لان مستر كولر ما بي يعني ما بيحاولش ان هو يفرق او ما بيديش فرصه ان اللعيبه يوصل لها ان هي مباراه وديه، لا مباراه وديه او مباراه رسميه كلهم اطار واحد، لان من خلال المباراه الوديه بيحاول ينفذ بعض الامور اللي بيطلب تنفيذها في المباريات الرسميه. كان طبعا في سعاده من اللاعبين بصعود المنتخب المصري، كانت اجواء يعني تقدر تقول حماسيه بالنسبه للاعبين. الصعود يعني كان بسيناريو صعب شويه، ولكن طبعا الجميع تمنى التوفيق لمنتخب مصر. بعض اللاعبين يعني توسط ملاعب الاهلي في المنتخب المصري اهنتهم على ادائهم. طمنوا طبعا الدكتور احمد جاب الله والكابتن خالد بيبو والمستر مارسيل كولر على محمد الشناوي، ويعني في تواصل ما بين الدكتور احمد جاب الله والدكتور محمد ابو العيله طبيب المنتخب لاطمئنان على حاله محمد الشناوي اللي نتمنى له السلامه ان شاء الله وعودته سريعا. ان شاء الله نتمنى التوفيق للمنتخب المصري خلال الفتره القادمه باذن الله. يا مسهل الحال ان شاء الله. طبعا جدير بالذكر عايزين برضو نعرف حضراتكم مشاهدينا في كل مكان ان ماتش النهارده اللي كان بيكلمنا عن كل تفاصيله زميلنا العزيز فاروق صلاح الساعه 3 العصر بتوقيت مصر سيذاع على قناه النادي الاهلي. طب فاروق زي ما انت بتاخدنا كده للاجواء الحلوه اللي عندك في عجمان، تعال احنا ناخدك للاجواء الحلوه اللي عندنا في نادي اهلي الجزيره، فرصه تصبح على زميلتنا العزيزه منى البنيسي، هي موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا منى صباح الفل عليكي، بصبح عليكي انا من 6 اكتوبر بالقاهره الكبرى، وجاي لك صباح كمان من عجمان بدوله الامارات العربيه من زميلنا واخونا وحبيبنا فاروق صلاح. يا صباح الخير عليك يا كريم، بصبح عليك وبصبح على فاروق اكيد وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. خلوني في الاول طبعا ابارك لكم وابارك لكل مشاهدينا، ابارك لك يا فاروق ويا كريم على تاهل منتخبنا الوطني للدور ال 16 من كاس الامم الافريقيه امبارح بعد الفوز او بعد التعادل مع كابريدي بنتيجه 2-2. كل التوفيق اكيد لمنتخبنا الوطني في مباراته القادمه، ان شاء الله تكون بطوله قويه ومهمه لمنتخبنا الوطني ويفرحوا اكيد كل المصريين باذن الله. خليني انا اسف لمقاطعتك يا منى، انا اسف لمقاطعتك بس عشان ما نطولش على زميلنا فاروق صلاح، فرصه احنا زنقينه لك اهو في مربع معانا على الهواء، مش عايزاه يجيب لك معاه اي حاجه من الامارات؟ لا دي بيني وبينه دي بقى دي. فاروق بنشكرك على وجودك معانا النهارده، نورتنا كالعاده وافدتنا بمعلوماتك الوفيره، شكرا ليك. اتفضلي يا منى احنا سامعينك، اتفضلي. ماشي يا كريم، خلينا نكمل اخبارنا. الاول قبل ما ابتدي اخبارنا النهارده من المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره، خلينا اوصف لك بس الاجواء هنا، في انخفاض شويه في درجات الحراره، درجه الحراره حاليا واحنا بنتكلم 16 درجه، في انخفاض شويه لكن انا شايف عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي موجودين، يمكن عشان في شمس موجوده، شمس طالعه فيمكن مدفيه الجو شويه. كان في عدد كبير من ساعه لما دخلت كمان بدري ساعتين يمكن من دلوقتي، كان في عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي بالجزيره هنا موجودين بيستمتعوا بالساعات الاولى من صباح اليوم. كمان كان في سيوله مروريه بشكل كبير وانا جايه في الطريفة، يعني لو اي حد من اعضاء النادي الاهلي حابب ان هو موجود ويستمتع بوقته في الساعات الاولى من صباح اليوم اكيد يكون موجود، الجو فعلا يعني اكثر من رائع الا النهارده. خليني يا فاروق بقى، او خليني يا كريم معلش موجود فاروق معانا، خليني اقول لك اخبارنا النهارده ايه. مش مشكله كل واحد. انا فاروق واحد العمليه في بيتنا. خلونا نبتدي النهارده. خلونا نبتدي النهارده باخبارنا وفريق كره السله رجاله، يعني فريق كره السله النهارده رجال عندهم تمرين، او عندهم امبارح كانوا بيختتموا اخر تمرين ليهم استعدادا لمباراتهم النهارده امام المصريه للاتصالات في دوري السوبر. المباراه هتكون مقامه على صاله الامير عبد الله الفيصل النهارده الساعه 6 مساء بالمقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره. استعدوا بشكل قوي وكبير، الفترة اللي فاتت كانت تمارين مكثفة استعدادا لمباراتهم اليوم. خليني كمان يا كريم اقول لك انه كمان شباب نادي الاهلي لكرة السلة تحت 18 سنة توجوا امس ببطولة منطقة القاهرة بعد فوزهم على نادي الجزيرة بنتيجة 73-70، كانت مباراة اكثر من رائعة من شباب النادي الاهلي اللي يعني بشكل كبير شكلهم كان حلو جدا في الملعب، وان شاء الله يكونوا موجودين بعد كده ويساعدونا في الفريق الاول. من سله رجال لسله سيدات، كمان النهارده ايضا عندهم ماتش مهم امام مصر للتامين ضمن منافسات الجوله الرابعه من دوري السوبر. عايز اقول لك ان هم كسبانين كل المباريات اللي فاتت الثلاث جولات اللي فاتوا بالعلامه الكامله. خليني افكرك بان احنا فزنا على الزهور وهليوبلس ونادي الجزيره. مباراه النهارده هتكون مع مصر للتامين، هي الجوله الرابعه في دوري السوبر، بنتمنى لهم اكيد كل التوفيق.
من اخبارنا الساره جدا ان النهارده ولاعيبه الفريق او لاعيبه فريق كره السله نادين السلعاوي كالعاده متألقة وكالعادة مميزة وكالعادة أفضل لاعبة. نادين بتصل للرانك الأول في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة السلة 3-on-3 كأفضل لاعبة مصرية حالية. نادين أكيد تستحقها بجدارة. خليني أقول لك يا كريم إنه نادين الفترة اللي جاية هتسافر مع منتخبنا الوطني لتونس لمعسكر مغلق استعدادا لتصفيات المؤدية للأولمبياد إن شاء الله باريس 24. بنتمنى لها كل التوفيق هي وأكيد كل منتخبنا الوطني. ومن كرة السلة لكرة الطايرة، وزي ما انت عارف يا كريم احنا في توقف دولي دلوقتي بالنسبة للمنتخبات، كله بيشارك مع المنتخبات الوطنية في توقف دولي دلوقتي لكرة الطايرة رجال وسيدات لمشاركتهم او مشاركة منتخبنا الوطني في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لدوري الألعاب الإفريقية اللي هتبتدي خلال الأيام المقبلة في مصر إن شاء الله. رجال كرة السلة هيرجعوا، هتبقى أول مباراة ليهم أو يعني نادي الأهلي هتبقى أول مباراة ليه مع نادي القناة يوم 6 فبراير ان شاء الله. اما السيدات لسه هيكون بعدها بشويه. خلوني افكر حضراتكم مين من لاعيبه النادي الاهلي سواء رجال او سيدات اللي بيشارك مع منتخباتنا الوطنيه. لاعيبه النادي الاهلي رجال من كره الطايره المشاركين مع منتخبنا الوطني: اللاعب محمد عصران، عبد الرحمن سعودي، عبد الرحمن الحسيني، سيف عابد، احمد عزب، حماده عثمان، وحمزه الصافي. اما من سيدات كره الطايره لاعيبه النادي الاهلي اللي موجودين او بيشاركوا مع منتخباتنا الوطنيه: ندى وليد، ساره امين، مي غزال، ايه خالد، زينه العالمي، دعاء محمد، وندى حمدي. نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله يكونوا مشرفينا في منتخباتنا الوطنيه وكل البطوله اللي جايه باذن الله. اخر خبر معانا اكيد بيخص كره اليد ورجال كرة اليد منتخبنا الوطني اللي عامل بطولة أكثر من رائعة، بطولة كأس الأمم الإفريقية اللي بتقام على صالات استاد القاهرة في الوقت الحالي. عملنا ماتشات أكثر من رائعة. خليني كريمة أقول لك إن الماتشات اللي فاتت كلها كسبنا كل المباريات. أول مباراة كانت مع الكاميرون خلصت لمنتخبنا الوطني أو صالح منتخبنا الوطني بنتيجة 35-16. مباراة الكونغو برازيفيل اللي بعديها كانت خلصت بنتيجة 34-19، واخرهم كانت مباراة غينيا اللي خلصت بنتيجة 33-15 لصالح منتخبنا الوطني علشان يتأهل بقى للربع النهائي اللي هيتلعب النهارده ان شاء الله الساعة 5:30 مساء على صالة استاد القاهرة، واللي هتكون ان شاء الله مع انجولا. بنتمنى لهم اكيد كل التوفيق، يعني مباراة ان شاء الله تكون اكثر من رائعة وتخلص برضو لصالح منتخبنا الوطني لانه الحقيقة يستحق. الكل بيشجع، الكل موجود، الكل روحه عالية جدا، اللعيبة فعلا بيلعبوا بشكل ممتاز واكثر من رائع، وبيتمنوا ان كل المصريين يكونوا يقدروا يحضروا المباريات ويشجعوهم لان هم فعلا يستحقوا. بنتمنى لهم اكيد النهارده كل التوفيق. ودي يا كريم سريعا كانت كل اخبارنا من داخل المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيرة، وانا معاك لو عندك اي استفسار تاني اتفضل. ما عنديش غير كل الشكر ليك يا منى، طبعا كالعاده تغطيه شامله وكافيه ووافيه بنشكرك عليها، شكرا جزيلا. كانت معانا طبعا من مقر النادي الاهلي بالجزيره زميلتنا العزيزه منى المنيسي. تعالوا بقى يا حضرات نروح لماتش امبارح اللي كان فيه برضو كتير من الناس كانت متابعاه ومترقباه. امبارح توج انتر ميلان بلقب كاس السوبر الايطالي للمره الثامنه في تاريخه بعد ما فاز على نابولي بنتيجة 1-0 في طبعا المباراة اللي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض. نجح انتر ميلان في أنه يحافظ على لقب السوبر اللي توج بيه في آخر موسمين، بالتالي هو كده أكد سطوته على هذه المسابقة وحقق اللقب 3 مرات متتالية. سجل مارتينيز هدف المباراة الوحيد لإنتر ميلان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. والجدير بالذكر أن هذه المباراة شهدت تعرض جيوفاني سيميوني مهاجم نابولي للطرد بعد حصوله على الإنذار الثاني، والكلام ده كان تحديدا في الدقيقة 60 من عمر المباراة. وعلى صعيد آخر، امبارح أعلن الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم وأيضا رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس أسيا 2023 في قطر، أعلن عن عودة بطولة كأس العرب من جديد، طبعا بعد النجاح الكبير اللي حققته نسخة 2021 واللي كانت بمثابة بروفا جيدة لاستضافة مونديال 2022 في الدوحة. أكد كمان أن البطولة هتقام العام المقبل إن شاء الله بعد إنهاء بعض الترتيبات بالتنسيق مع الاتحاد العربي وكمان الاتحاد الدولي الفيفا. صباح الخير على كل جماهير وأعضاء النادي الأهلي في كل مكان. النهاردة من داخل جيم النادي الأهلي بالجزيرة عداء تمرين مهمة جدا للكور. إيه هو الكور؟ الكور هو حزام البطن، كل ده عضلات البطن اللي هي ريكتس أبدومينز و الانترنال اوبليك والاكسترنال اوبليك، وعندي الريفيرز ابدومينز دي عضله داخليه تحت الريكتس ابدومينز، وعندي بعد كده
الريكتور سباينيه، ودي عضله اللي هي بتقول عليها دايما قطنيه او الاسم المتداول عليها قطنيه. هنبدا دلوقتي نشرح تمرين تمرين وهنعرف ازاي بيشغل كل عضله لوحدها. اول حاجه هبدا اشتغل على المات، هعمل تمرين كرانشز. ده كده هيشغل معايا الريكتس ابدومينس. وعندي تمرين تاني لو انا عايز اصعب التمرين اكتر، ده كده اول تمرينين للريكتس ابدومينس. تاني تمرين عندي او تاني عضله الانترنال اوبليك والاكسترنال اوبليك، هشتغل روسيان تويست. ولو صعب التمرين شويه ممكن امسك اي ويت دمبل او طاره او اي ويت عندي في البيت. لو انا هعمل تمرين في البيت ممكن ازازه ميه بس وزنها لتر، وهيزود المقاومه عندي اكتر. طيب لو انا عايز تمرين اسهل شويه ممكن انام على ظهري و هلمس كعب رجلي كده. طبعا صعب التمرين ممكن ازق رجلي لقدام شويه عشان اعمل سكويز اكتر للأوبليكس مصر. ده كده الأوبليكس والانترنال أوبليكس. اخر حاجه عندي تمرين سوبرمان للإلكترو سبيني. ده كده بيشغل معايا ريكتور سباينيه او بما يقال عنها القطنيه الاسم الدارج ليها. بعد كده عندي الريفرس ابدومينز، دي عضله داخليه تحت العضله اللي احنا دايما بنشوفها لو حد الفات عنده قليله بتبقى داخليه. بنلاحظ ان في ناس ممكن عندها نسبه الفات عندها قليله بس البطن واخده يعني ماده لبره كده اهو، او مش مسطحه زي ما كلنا بنبقى عايزين. فدي بيبقى التمرين عليها ان انا ببدا اخد نفس كبير واشد بطني لجوه لمده 20 ل 30 ثانيه وبعد كده اريح. هكرر تاني. احاول اعصر بطني على قد ما اقدر واخرج النفس. اخر مره احاول اشد بطني، اشد لجوه على قد ما اقدر العضله دي مهمه جدا وهي ناس كتير بتغفل عنها ما بتاخدش بالها منها. هتفرق كتير قوي في شكل البطن خصوصا لو حد عامل كاتنج او بيحاول يتارجت ان هو ينزل الفات بتاعته، هتفرق كتير جدا جدا جدا. والكور ماسل مهم جدا ان احنا نتمرنه لانه بيديني ستابيليتي وبالانس على الارض في كل التمارين سواء فري ويت او اي تمارين او حتى وانا ماشي في الشارع او بمارس مهامي اليوميه بطبيعيه جدا. ده هيفرق معايا ان انا امارسها بسهوله ويبقى عندي استابيليتي او ثبات على الارض وان انا اقدر امارس اعمالي اليوميه بسهوله جدا. خلصت حلقتنا، كان معاكم الكابتن مصطفى النوبي من داخل جيم النادي الاهلي بالجزيره. صباح الفل. الفقره دي بقى حضرات هنتكلم وهنتعرف اكتر على رياضه التزحلق الفني على الجليد، وبالمناسبه دي الرياضه اللي بتشارك لاول مره في معسكر الرياضات الاولمبيه الشتويه في كوريا، وكمان
لازم نعرفكم ان هم يا جماعه حصلوا على ميداليتين، والاهم كمان من ده كله هو حمل العلم الاولمبي في افتتاح اولمبياد الناشئين الشتويه. عندنا كلام كتير هنتكلم فيه عن هذه اللعبه وعن هذه الرياضه وعن الانجازات اللي اتحققت فيها وخصوصا في الفتره الاخيره. منوراني ومشرفاني دكتوره هبه جرجس رئيس الاتحاد المصري للتزحلق الفني على الجليد. يا دكتور صباح الفل على حضرتك، منوره الدنيا. اهلا بحضرتك يا استاذ كريم، الحمد لله على السلامه. ربنا يخليكي. انا سمعت ان انتوا لسه جايين من يومين من كوريا. بالظبط. لسه راجعين اول امبارح. عندنا حاجات كتير عايزين ندردش مع حضرتك عنها، بس انا يعني من باب الفضول، لان احنا بندردش قبل ما نرجع لحضراتكم على الهواء، عرفت من الدكتوره هبه ان هي تخصصها الاصلي بعيد خالص عن الحدوته دي، صح كده؟ صح. اللي هو ايه بقى، نعرف الناس؟ انا معايا دكتوراه في صناعه الدواء من امريكا. اوكي. طب وايه بقى اللي حدثك إيه بقى على الملف الثاني ده؟ بالظبط. انا الحقيقه يعني مجالي هو صناعه الدواء طول عمري. أوكي. خريجه صيدله القاهره وعملت دكتوراه بعد كده، وبعدين يعني بشتغل، كنت في امريكا في المجال، وبنتي كانت عايزه تعمل الرياضه دي. أوكي. فمن وهي عندها 3 سنين هي ابتدت، هي دلوقتي عندها 18 سنه، هي سبب بدايه الاتحاد. كنا بنتفرج على اولمبيات الناشئين في 2016، اولمبيات الشتويه للناشئين. وقالت لي ماما ايه ده، مفيش علم مصر، ازاي اعملي حاجه؟ اتصرفت. انا بقى ايه، جيتوا عاملين اتحاد على طول. لا لا، انا كنتش اعرف بقى اتحاد. تاني يوم على طول انا كلمت الاتحاد الدولي وهو مقره في سويسرا، وسالت فعلا ايه المتطلبات ان مصر تضاف لقائمه الاتحاد الدولي، وسالت اذا يعني متطلبات الملاعب وما الى ذلك، واذا كانت مصر فعلا ليها ابلكيشن ولا لا. فقالوا لي لا، وشجعوني وبعتوا لي كل الريكويرمنتس. وبعدين جيت بقى في مصر وقابلت يعني القاده في مجال الرياضه وساعدوني. ابتدينا كلجنه في 2017 تحت مظله اتحاد الرياضه للجميع. اوكي. بقياده الدكتور عماد البناني. وبعدين يعني انشانا الاتحاد، والاتحاد انفصل في 2022، وانضمت مصر للاتحاد الدولي في 2022. جميل. هو المشاركات الاولمبيه في الرياضه دي بتبقى اولمبياد شتويه. يس. احنا رياضه اولمبيه شتويه. أوكي. ليها اتحادها الدولي اللي هو مقره في سويسرا. والاولمبياد الشتويه دي يعني في 15 رياضه شتويه هي اللي بتبقى بتمارس فيها. الفيلدز بتاعتها بتكون مفتوحه ولا ممكن تتلعب اندورز باي شكل من الاشكال؟ لا يعني لان احنا في مصر ما عندناش جليد بطبيعه الحال. بالظبط. بتعملوا ايه بقى في النقطه دي؟ احنا رياضتنا احنا اللي هي التزحلق الفني على الجليد، اللي هو رياضه الفيجر سكيتنج، بتتلعب اصلا او يعني في البطولات بتبقى في ملعب مغلق في مسطح جليدي، يعني ان ايس سيرفيس. وبالمناسبه ايه الفرق بين التزحلق الفني والتزحلق العادي على الجليد؟ بص حضرتك، هو يعني ولا مور اور ليس ذا سيم؟ لا 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 لا، هو حضرتك التزحلق العادي او التزلج اللي هو السكيينج، اللي هو بيبقى على الجبال، ده بيبقى اوت دورز، او احيانا في اماكن بيبقى عندها ال متاح ان يبقى عندها الاندور فاسيلتي يعني. يا بالمساحه دي يعني، بس ما بتبقاش طبعا هي الملعب مش زي البطولات يعني. أكيد. مش زي بالظبط. بس احنا الحقيقه احنا عندنا في مصر ملاعب، بس احنا الملاعب بتاعتنا كلها في صالات تجاريه. طبعا مولات. مولات. وطبعا على سكيل صغير جدا بطبيعه الحال. ده اكيد. فده مش مرضي اكيد بالنسبه لكم. بالظبط. طب هتعملوا خطوه جديده في هذا الاطار؟ لازم. احنا يعني يدا ليد مع معالي الوزير دكتور اشرف صبحي، وهو متحمس جدا ان هو يعمل فعلا ملعب في مصر. احنا الملعب الاولمبي، يعني انا لما اقول تعبير ملعب اولمبي معناها ان مساحته بتبقى ستاندرد 30 متر في 60 متر. زي ده مثلا. أوكي. ده كان معسكر كنا فيه في ايطاليا. وده اللي احنا عايزين نعمله، لان انا يعني املي اللي هو على المدى القريب ان احنا نستضيف بطولات ومعسكرات في مصر. جميل. طيب تعالي بقى نتعرف من حضرتك على تفاصيل المعسكر اللي انتوا لسه راجعين بالسلامه منه من يومين، وكان في كوريا. تمام. الاكسبيرينس دي لو ينفع تلخصيها لنا كده، قعدتوا قد ايه وايه اللي حصل هناك؟ هو كان المعسكر نفسه كان مدته 10 ايام.
الهيئة المنظمة للمعسكر هي اسمها بيونغتشانغ ليجاسي فاونديشن، هي هيئة كورية منظمة كورية، يعني هقول انها ممكن تكون تابعة للجنة الأولمبية الدولية، لان هم عملوها ساعة ما قدموا على الأولمبياد الشتوية 2018 بيونغتشانغ. فدي النسخة 20 من المعسكر، كل سنة بيعزموا دول مختلفة. يعني هم لغاية دلوقتي عزموا 97 دولة، بس احنا مصر اول مرة يدعو مصر لهذا المعسكر، لان احنا طبعا جداد في الاتحاد الدولي من 2022 بس. فالدعوة بتيجي عن طريق السفارة واللجنة الأولمبية، دعوة رسمية جدا يعني، وهم بيدونا يعني أماكن، كان في أماكن للثلاث لاعبين ورئيس بعثة اللي هو كنت أنا، وبنقدم وهم بيختاروا. يعني احنا بنحط البروفايلز بتاعة اللاعبين وهم بيختاروا، هياخدوا التلاتة، هياخدوا ولا واحد، واحد اتنين، ده اختيارهم. فهم اختاروا البعثة كلها، ودي كانت طبعا حاجة جميلة جدا، وهم بينظموا كل حاجة، بينظموا الفيزا والسفر وكل حاجة. المعسكر يعني هقول انه شديد جدا وقاسي، يعني التدريب، مستوى التدريب فيه عالي جدا، وعدد الساعات كويس، ده شيء مفيد جدا. كانوا بيتدربوا 6 ساعات في اليوم في مجال الرياضة، يعني ساعة ونص بره الايس وساعة ونص على الايس، بعدين بريك، بعدين نعيده تاني، فست ساعات تدريب لرياضتنا اللي هي الفيجر سكيتنج، وبالليل 3 ساعات تدريب في حاجة ليها علاقة بكوريا، يعني بيعلمونا ثقافة الكوريين، فكان ممكن يختاروا تايكوندو. انترستنج الحكاية دي. لطيفة جدا. تايكوندو او كي بوب او الالات الموسيقية بتاعتهم. اوكي. فهم في انترتينمنت كمان حاضره في الحكايه، بس كان اليوم طويل جدا، بس كان بصراحه تحفه، يعني كان يعني مستوى عالي جدا من النظام والثقافه، واتعلموا كتير جدا، ويعني اختاروا البعض ان هم يكملوا في مجال الكيبوب. واخر يوم في المعسكر كان في عرض، هو برضو كان في بطوله اثناء المعسكر، هي يعني كذا دوله حضروا المعسكر، دي اللي خدنا احنا فيها ميداليتين. وعملوا يعني في اخر يوم حفل الختام هم عملوا فيه فعلا، سلموا الميداليات. فسلمى السقا حصلت على مركز اول في مستواها، وكاميليا ابو المكارم حصلت على مركز ثالث في مستواها. طبعا دي كانت حاجه يعني تحفه يعني. اكيد. قبل بقى ما احنا نروح المعسكر، كانوا يعني جالي ايميل كده فجأة كده، صحيت قريته، لقيت ان هم اختاروا مصر انها تشيل العلم الاولمبي في افتتاح الاولمبياد الشتوية للناشئين. واحنا في دردشتنا قبل هو يعني خدت بالي ان دي حاجة حضرتك فخورة بيها جدا ومعتزة بيها جدا. جدا يعني على قد ما الميداليات هي خير بالظبط. يعني على قد ما الميداليات دي اول ميداليات دولية لينا كاتحاد، الا ان برضو موضوع العلم ده لمصر بقى كلها، يعني طب. ده أول مرة في التاريخ مصر تحمل العلم الأولمبي في أي أولمبياد صيفية أو شتوية. دي معلومة مؤكدة من اللجنة الأولمبية المصرية والمتحف المصري الأولمبي. فحاجة بصراحة كانت يعني فخر وحاجة كبيرة قوي. طبعا بتستعدوا لإيه الفترة الجاية؟ هل في المزيد من المعسكرات؟ هل في بلان معينة محطوطة؟ يعني طبعا. شغالين على إيه اليومين دول؟ احنا حضرتك يعني انا كلفت من الاتحاد الدولي ان انا اقود الرياضه دي في افريقيا والشرق الاوسط. فانا السنه اللي فاتت نظمت معسكر في ايطاليا في الاي اس يو سنتر اوف اكسلنس اللي هو مركز التميز بتاع الاتحاد الدولي في اوروبا. يعني دعيت 5 دول، السنه دي هنروح برضو في ابريل، والدعوه كانت ل7 دول. ده أنا بنظمه، فطبعا هيروح فيه عدد لاعبين من مصر وعدد لاعبين من الدول الأخرى. وأنا يعني كرئيس اتحادنا المصري أنا المنظمة، فده طبعا مفيد جدا للاعبين والمدربين. إحنا علشان إحنا رياضة جديدة في مصر، أنا بعتمد على المدربين اللي هو يعني أوريدي متدربين في الخارج. فأنا يعني ماي هيد كوتش هو زياد خضر، هو متدرب بره مصر طول عمره. في أمريكا وفي الإمارات، بس ممتاز يعني. يعني بشهادة الاتحاد الدولي هو مؤسس المصريين اللاعبين تأسيس رائع، ودي حاجة في رياضتنا مهمة جدا. كم لاعب يتقال عليهم محترفين في الرياضة دي؟ بص حضرتك، هو الاحتراف، أنا دلوقتي عشان إحنا اتحاد حديث، أنا هأطلق الاحتراف ده على اللاعبين اللي هم ابتدوا برا مصر مبدئيا.
فانا عندي تقريبا يعني 5 أو 6 هم اللي يعني عايشين في الخارج، ودول اللي هم بيتدربوا كل يوم من وهم عندهم 5 سنين مثلا. أوكي. فهم بس لو في دول اي بطولات بيشاركوا فيها بيشاركوا باسم بطولات أي دولة؟ مصر طبعا، مصر. دول مصريين طبعا عن جد، بس هم عايشين واتدربوا في الخارج. لكن المصريين احنا دلوقتي يعني بالنسبه للتركيز على اللاعبين اللي في مصر، طبعا احنا عندنا مدربين زي ما قلت لحضرتك كوتش زياد، عندنا مدربه انجليزيه، هم بقى بنأسسهم الصغيرين والكوادر المصريه اللي هي بتتدرب في مصر ان هم مستقبلا ان هم يوصلوا للمستوى الدولي. على ذكر الصغيرين وعلى ذكر مستقبلا، تمام، احنا كده كده بنتكلم على رياضه مش منتشره قوي، ما هياش من الرياضات الشعبيه اللي حتى معروفه لناس كتير خالص. واكيد انتوا كاتحاد يهمكم ان انتوا تستقطبوا عناصر جديده ويبقى عندكم قاعده ناشئين زي ما بيحصل في كل الرياضات المختلفه. اكيد. بتعملي حضرتك الكلام ده ازاي في ظل ان انت موجوده في بلد يمكن طبيعتها وجوها وظروفها مش سامحه بوجود الامكانيات اللي موجوده في دول تانية فيها خاصيه السنو عموما؟ بالظبط، هي طبعا يعني في لازم احنا يعني بنعمل ايفنتس، بنعمل توعيه، يعني حضرتك يعني كانوا عرضوا فيديو للشو مثلا حضر جمهور وناس كتيره جدا، والناس بتجيلنا يعني حضرتك يعني بليف ات اور نوت اولياء امور قوي كتير بيجوا لنا، واولياء امور بيجيبوا اصحابهم واللاعبين بيجيبوا اصحابهم بالظبط. يعني احنا علشان احنا عندنا يعني ليميتيشن في الملاعب، احنا عندنا يعني ويتنج ليست طويله جدا لناس كتيره عايزه تيجي تبتدي الرياضه، بس احنا يعني اول ما يبقى بس عندي ملعب اولمبي ان شاء الله قريب جدا هننطلق بقى انطلاقه كبيره. وعندكم يا ترى ليميتيشن في البادجت برضو في الفاندنج ولا ايه الدنيا؟ اكيد هو لغايه دلوقتي هي رياضه ريليتيفلي مكلفه اكيد جدا طبعا. جدا احنا نعتبر من اكثر الرياضات المكلفه في العالم، وهي رياضه غاليه جدا وراقيه جدا. طب ما ده اوبستكل كبير، هتحلوه ازاي وتتخطوه ازاي؟ بص حضرتك احنا حاليا لغايه دلوقتي الاتحاد قائم على سيلف يعني فاندنج ولا سيلف فاندنج؟ سيلف فاندنج ودعم ذاتي سيلف فاندنج. اوكي. وده يعني لازم يعتمد برضو على المستوى المادي للاعبين واللاعبات اللي بيلعبوا الرياضه دي. ده صحيح. طب لو انت عندك، احنا بنتكلم في بلد فيها 105 مليون اكيد، وخلي بال حضرتك وانت ست عارفين اكيد المصريين، بس انت حطيهم اون تراك وتفرجي انطلقوا. ففي ممكن يبقى عندنا مواهب كتيره جدا أكيد. ممكن انتوا كاتحاد حتى تتفاجئوا بوجودهم، بس صحيح. هم لا عندهم الامكانيات ولا عندهم الملاعب ولا عندهم النو هاو بتاعت ان هم يدخلوا في التراك بتاعكم. تمام. يعني بص حضرتك احنا يعني برضو اكيد هيبقى مستقبلا، اكيد يعني اتمنى على المستقبل القريب يعني ان احنا يبقى عندنا رعاة ان هم يرعوا لاعبين وتالنت صغيرة وجميع الاعمار اللي هم برضو بيسافروا دلوقتي ويمثلوا مصر دوليا. وده يستدعي ان اضعف الايمان يبقى في نقل دائم للفعاليات اللي انتم بتخوضوها والبطولات اللي بتشاركوا فيها. بالزبط. عشان ما اي سبونسر في الدنيا ما عايز يحط اسمه او السلوجن بتاعه او البراند نيم بتاعه أكيد. على حاجه متشافه اكيد، فلازم تبقوا متشافين كويس. بالظبط. فدي من ضمن البلان اللي حضرتك حطاها الفتره الجايه. انا الحقيقه كان برضو حاجه من الحاجات اللي انا بحاول اسعى فيها مع الاتحاد الدولي، مع رئيس الاتحاد الدولي، ان احنا نبقى نعرض بطولات العالم والبطولات الجونيور جراند بري تتعرض على التلفزيون المصري او تتعرض على التلفزيون ريجنال، بحيث يبقى في الثقافه ان دي رياضه. يعني انا مره مثلا يعني طلعت في قناه من القنوات الريجنال في المنطقه، فطبعا يعني دي حاجه جميله جدا لان كانت مصر لسه داخله الاتحاد الدولي وكان بيرحبوا بينا. يعني اعتقد ان الرياضه بتاعتنا هي رياضه ممتعه للمتفرج جدا جدا. يعني احنا لما عملنا مثلا هي عباره عن تابلوهات بيتفرجوا عليها. بالظبط. يعني حتى في البطوله يعني مثلا هنا لما عملت كومبيتيشن في الجونيور جراند بري ومثلت مصر اختارت اغنيه لام كلثوم. يا سلام. يعني ام كلثوم وتزحلق على الجليد، حلو المود ده جدا جدا. يعني حضرتك تستمتع بيها. يعني طبعًا. احنا لما عملنا الشو اللي اتعرض منه فيديو كليبس، انا بحب جدا ان انا يعني ارتقي بالذوق بتاع الناس في الموسيقى، تمام، لان رياضتنا لازم يبقى عندهم، والرياضه نفسها دي كمان رياضه راقيه من غير حاجه. بالظبط. فالشو اللي احنا عملناه كان اسمه سكيت انتو ذا موفيز، كان اغاني الافلام. حلو. عملنا بقى اغاني افلام التراث بقى القديم. حلو. السلوجن نفسه كمان لطيف. تحفه كان طبعًا. كان تحفه، وكم الناس اللي حضرت واستمتعوا وادوا تعليقات.
يعني اغنيه الو الو، اغاني فريد الاطرش، دق الشماسي، كان الله. كان تابلوهات كانت تحفه. فانا اتمنى ان احنا مستقبلا، بما ان احنا بنتعرف وقناه حضرتك يعني بتدينا الفرصه النهارده، قناه حضرتك يعني ده قناه المصريين كلها بالظبط يعني في استضافه يعني هو من حسن حظنا طبعا، شرف لينا وسعاده ان حضرتك منورانا النهارده. وفي نفس الوقت اعتقد ان اللقاء زي ده برده ممكن يبقى مفيد. اكيد احنا بنتكلم على قناه النادي الاهلي، لك ان تتخيلي حجم المشاهده ليها وصل لفين. اكيد اكيد. فزي ما بقول حضرتك يعني كل الـ الـ الحاجات دي بتساعد في ان احنا بننشر الرياضه، وان الناس تعرف ان في اتحاد موجود واتحاد مشهر ورياضه قائمه وليها بطولات. وبطوله الجمهوريه المفروض برضو ان احنا هنعملها في الكام شهر الجايين، دي برضو حاجه من البطولات اللي احنا بنستعد ليها. بتتواصلوا مع المدارس المختلفه، الجامعات المختلفه، فكره جلب او استقطاب يعني ابطال مستقبليين في الرياضه دي؟ دي في الخطة اللي هي قريبة المدى، بس برضو زي ما بقول لحضرتك لما يبقى عندي ملعب أنا يعني دي حاجة من الحاجات اللي احنا عايزين نعملها. طب انتوا هاو سون المفروض الموضوع ده يتحقق؟ يعني أتمنى قريب قوي، يعني أتمنى إن احنا أول ما يبقى في موضوع إن يبقى في أرض احنا يبتدي الموضوع إنه يتبني خلال أتمنى إن خلال سنة. طبعا دكتور أشرف صبحي في النقطة دي بالظبط. أوكي طيب، برضو عشان نعرف أولياء الأمور والأهالي اللي بيتابعونا، لو حابين ان يعني اولادهم يمارسوا هذه الرياضه، ايه المرحله العمريه اللي لازم يبتدوا منها؟ تمام، هي احنا بنقول ان رياضتنا للناس اللي عايزه تاخدها يعني كومبيتيتيف، انها يعني هتعتبرها زي الجمباز، لازم تبتدي صغير جدا. وبرده بتحتاج تدريب يعني جامد كل أكيد. يوم، وبتحتاج ان انت برده تعمل باليه، تعمل كونديشننج، فلكسبيليتي، يعني هي مش بس هتبقى اون ذا ايس، لا هتعمل معاها رياضات ثانيه. فدي حاجة ان هم لازم يبتدوا صغيرين. الحاجة الثانية يعني الاتحاد ليه صفحة، لو ما يضايقش حضرتك ان انا اعلن صفحتنا، اسمنا بالانجليزي ايس كيت ايجيبت، والاتحاد بالعربي اسمه الاتحاد المصري للتزحلق الفني على الجليد. ولينا طبعا الصفحات بتاعتنا على السوشيال ميديا اندر ايس كيت ايجيبت. عايزة انبه اولياء الامور لحاجة مهمة جدا، ان يعني بما ان احنا رياضه جديده طبعا هيبقى في الناس اللي هي بتقول انها مدربين وهي مش مدربين، فلازم نحترس. يعني مش فاهمها التفصيله يعني ايه الناس اللي هي واحد معلم نفسه وبيقول انه مدرب وحاجات، بيجي لنا ناس. لا يعني بيورد عليكم الناس دي؟ بيورد علينا ناس، بيجي لنا اولياء امور يقولوا والله احنا كنا مع طب ما ده هيتكشف يعني النو تايم المفروض. اكيد، بس فهي طبعا في ناس كتيره بتعرف، بس انا بس يعني احب ان انا انبه انه المدربين المعتمدين هم فقط هم اللي تحت الاتحاد، لان في طبعا اسلوب تعليم خاطئ بيبقى بره وفي اصابات بتحصل، فمهم جدا ان اولياء بره ده بيعلموهم فين يعني الناس؟ ما في ناس بقى بتعلم نفسها يعني في المولات برضه يعني. في الفيلز الصغيره اللي في المولات مش كده؟ اه طبعا يس يعني اوكي. فاحنا مهم جدا عندي ان المدرب، انا دايما لما انا بحب كل حاجه اعملها up to international standards، يعني على المستوى طبعًا الدولي طبعًا. عشان كده الاتحاد الدولي لما شاف اللي احنا بنعمله ادينا رياده، يعني احنا في وقت قصير جدا حققنا حاجات كتير قوي. كويس قوي. يعني كون ان احنا نبقى اول دوله تعمل معسكر يعني للمنطقه كلها في ايطاليا على حساب الاتحاد الدولي على فكره. فاحنا يعني دي برضو كانت معونه من الاتحاد الدولي، وان احنا اتعزمنا للمعسكر في كوريا، وان احنا شلنا العالم الاولمبي، دي كلها انجازات طبعا كبيره جدا. الاتحاد لسه حديث ما بقالوش يعني سنتين. فانا يهمني معلش لو الاعداد يعرض الفيديو بتاع حمل العالم الاولمبي. اوكي يا زملاء 70 حضرتك واكيد هيعملوا ده دلوقتي. انا انت بتقول لنا كمان حضرتك ان شاء الله في شهر ابريل هتروحوا ايطاليا برضو معسكر ثاني. طيب ده على صعيد المعسكرات، طب على صعيد بقى الكومبيتيشن، انتوا اول مشاركه فيها منافسه هتكون امتى؟ الدوره الاولمبياد الشتوي اللي يعني احنا حاليا بنشارك في الجونيور جراند بري، دي برضو منظمه تحت مظله الاتحاد الدولي، اشتركنا مرتين اوريدي، ويعني اثنين لاعبين سلمى وساره ابتدوا برضو يشتركوا السنه دي في المستوى الدولي في بطولات، كنا في المجر في نوفمبر وهنروح بلغاريا في ابريل برضو. ومكملين يعني احنا لازم يبقى لينا اكسبوجر في البطولات الدوليه. اوكي طيب، وبطوله الجمهوريه هنعملها. وانا املي ان انا لما يبقى عندي ملعب اولمبي ان انا استضيف الجونيور جراند بري في مصر. اوكي
ده بتهيألي لو بقى عندكم الملعب ده في حاجات كتير قوي هتتغير جدا. انا يعني ده الانطباع اللي انا خدته، انتوا عطلانين على الملعب بالظبط، يعني واقفين على الملعب، غير كده بتهيألي هيبقى زي يعني انا منطلقه بره مصر يعني يعني جوه مصر عندنا طبعا هي الليميتيشنز بتاعت الملاعب يعني. اكيد اكيد. بس تحبي تقولي ايه لمين؟ واو وسؤال عايم قوي، بس يعني تحبي تقولي ايه مثلا لسيد وزير الشباب والرياضه؟ تحبي تقولي ايه للانديه المصريه؟ تحبي تقولي ايه لاولياء الامور والاهالي اللي بيتابعوا فقرتنا دي؟ انا طبعا يعني بشكر حضرتك اولا للاستضافه وللفرصه، ويعني بشكر الوزاره لدعمها الحقيقه في ان احنا نبقى رياضه معترف بيها في مصر كاول رياضه اولمبيه شتويه. نفسي ان فخامه الرئيس يعرف احنا بنعمل ايه. يعني احنا صحيح ما حققناش يعني حاجات كبيره قوي، بس برضو ان احنا موجودين كرياضه اولمبيه شتويه في مصر وعندنا احلام، وان احنا العالم بينظر لينا كمنظمه محترمه جدا دوليا. ومن حسن الحظ الحقيقه وعلى ذكر السيد رئيس الجمهوريه ان في اهتمام رئاسي صريح لا تخطئه العين يعني بالرياضه وبالانجازات وبتذليل اي عقبات اي اتحاد رياضي مصري بيواجهها. فدي ممكن تبقى نقطه انطلاق هايله بالنسبه لكم. يا ريت بجد. فاولياء الامور ما تخافوش انكم تنضموا لرياضه اولمبيه شتويه، احنا عارفين احنا بنعمل ايه، احنا منظمين جدا. ممكن شويه من الاهالي يبقوا خايفين على اولادهم الصغيرين من فكره الاصابه. لا، ما هو لو حضرتك مع مدرب عارف بيدرب ازاي خلاص، يعني ما اي رياضه فيها اصابه، بس طالما المدرب بس عارف شغله. في اعلى شويه في الحاله دي بتهيألي ولا ايه؟ لا بالعكس، احنا اول حاجه بيعلموها للاعب ازاي يقع وازاي يقوم. اوكي. فاحنا يعني في يعني بيعلموهم ان هم يقعوا بحيث انك ما تتصابش. بس طبعا اكيد يعني زي اي رياضه في اصابات، لكن احنا الوقعات اللي احنا بنتدرب على الجامبس والسبينز وكل الكلام ده يعني بتبقى وقعات متوقعه، دي اللي ما بيبقاش فيها خطوره. الوقعات اللي هي يعني واحد خبط واحد هي دي اللي بتبقى يعني غير متوقعه، هي دي اللي بتؤدي الى اكسيدنتس يعني. لكن يعني بشكر حضرتك. اقول حلمي بقى الاخير يعني، وده عمري ما قلته لحد على فكره، بس اتفضلي. املي ان انا لما يبقى عندي ملعب اولمبي في حفل الافتتاح اتمنى ان يحضر فخامه الرئيس، واتمنى ان احنا نعمل عرض على ومع الفنان العظيم الموسيقار عمر خيرت، يبقى عمر خيرت اون ايس. جميل. يعني تاكدي ان في حال وجود هذا الملعب ان شاء الله. طبعا كما عهدناه دايما السيد الرئيس ما بيتاخرش على النوع ده من الامور الحقيقه، ودايما داعم للرياضات المصريه كلها، واحنا كمان كقناه النادي الاهلي اكيد هنكون داعمين لحضرتك وللاتحاد. بشكرك جدا. لكم يعني اول ذا بيست ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. وانا you. اللي سعيد وانا اللي بتشرف بوجود حضرتك معانا. انا اتشرفت جدا. ميرسي لحضرتك. في اللي جاي كله ان شاء الله. ثانك يو. وعايز اشكر بنتي صوفيا ان هي اللي ابتدت لنا يعني، هي اللي والحقيقه الدوله المصريه هي اللي كامله لازم تشكرها، لو هي كانت النواه الاولى لتاسيس الاتحاد ده. تحياتنا ليها، اكيد بتابع فقرتنا. بشكر حضرتك جدا. ميرسي يا فندم. انا اللي بشكر حضرتك، واستاذنكم هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. تعالوا بقى نرجع نكمل كلامنا عن منتخبنا، منتخب مصر وكاس الامم الافريقيه وماتش امبارح اللي كلنا فرهدنا واحنا بنتابعه لغايه اخر ثانيه من فعالياته وفكره الصعود لدور ال 16. عندنا كلام كتير هنتكلم فيه مع ضيفنا اللي منورنا الاستاذ سامح سمير الناقد الرياضي. صباح الفل عليك يا استاذ سامح. صباح الفل يا استاذ كريم. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. فرهدت طبعا زينا في المتابعه. فرهدنا، احنا ما نمناش امبارح من كتر التوتر اللي احنا فيه ده طبعا. اكيد. شفت ايه بقى في الماتش؟ شفت ايه؟ طبعا شفنا حاجات كتير أو جدا. او طلعت بايه من الماتش انجاز التعامل؟ والله طلعت ان ربنا موجود يعني، دي الحمد وشكر. ده لولا ستره علينا طبعا وجبره لخواطرنا. هي كانت في حاجات كتير قوي طبعا. لا انت امبارح عداله السماء طبعا لازم نقول، لان المنتخب اجتهد امبارح. اجتهد على قد الامكانيات الموجوده، على قد القماشه اللي موجوده، على قد الامكانيات الموجوده. قول زي ما تقول انت امبارح ربنا سبحانه وتعالى وقف جنبك، عداله السماء وقفت جنبك. بعض اللاعبين اترفع عنها ظلم امبارح ان هي تؤدي بشكل كويس، وعلى راسهم طبعا تريزيجيه اللاعب المحنك المخضرم اللي لازم رجل تقول عليه زي ما تقول مش رجل المباراه بس، ده رجل المنتخب، الرجل اللي وصلك كاس عالم 2018 لروسيا اللي الناس ناسياه. مش محمد صلاح فقط اللي احرز ركله الجزاء، ولكن ايضا تريزيجيه اللي تسبب في ركله الجزاء 2018 قبل ما تسافر لروسيا. تريزيجيه اللي جاب 16 هدف مع منتخب مصر الى الان، منهم 8 مع فيكتوريا. لازم تقول زي ما تقول عن هذا اللاعب المخضرم اللي استون فيلا خرج امبارح نديل
الانجليزي السابق وقال هو ده رجل المواقف الصعبه، تريزيجيه اللي بيظهر في الاوقات الصعبه. فطبعا امبارح الحمد لله ربنا ادانا على قد النوايا الطيبه للمنتخب، ادى على قد دعوات ملايين المصريين امبارح ان المنتخب يصل مباراه عنق الزجاجه اللي انت ما حصلكش الكلام ده من سنه 90. ده كانت الزجاجه نفسها في مصر. طبعا ده احنا على طول كده. ما انا لما قعدت معاك هنا يا كريم قبل كده واتكلمنا قلنا احنا للاسف عندنا ثقافه عنق الزجاج، لازم نلعب بعد عنق الزجاج، لازم يبقى عندنا موقف صعب. ودي حاجه لازم تتغير في المنتخب. لا دي ثقافه، انت ثقافتك ان انت دائما رد فعل، انت لست فعل تماما في هذه البطوله، انت لست فعل. من قله امكانياتنا، ليه ما نقدرش نكون فاعلين ومن اول لحظه؟ ليه مش احنا اللي نضغط من اول لحظه ونحط المنافس موقف حرج؟ للاسف انت لم تلعب، لم تاخد اي مباراة بتاريخك، لم تاخد أي مباراة على أساس البطولات اللي موجودة في سجلك، لم تاخد أي مباراة بتاريخ اللاعبين الموجودين في هذه في هذا المنتخب على رأسهم محمد صلاح وتريزيجيه وحجازي وكل كتيبة المنتخب المحترمة. للأسف أنت ما عندكش، لم تظهر شخصية المنتخب في الملعب، لم يظهر المستوى الحقيقي للاعبين داخل الملعب، لم يظهر في فيتوريا بالشكل اللائق اللي كنا بنأمله. وقلت هنا وإحنا قاعدين مع بعض في قناة الأهلي إن الحكم على فيتوريا هيكون يوم الحساب بعد كأس الأمم الأفريقية، لأن ساعتها هيبان المستوى الحقيقي للمنتخب، الشكل الحقيقي للمنتخب. أنت واقف فين مع منتخب مصر؟ هل أنت تستحق الوصول لكأس عالم؟ هل أنت تستحق الحصول والتتويج بكأس الأمم الأفريقية بعد؟ ما تيجي ما نستناش لغاية نهاية البطولة ونعمل جلسة محاكمة كده على الضيق دلوقتي مبدئيا في ضوء اللي أنت شفته من فيتوريا في الثلاث ماتشات اللي فاتت. لا نقدر نتكلم طبعا، نقدر نتكلم بقلب جامد ونقدر نتكلم بصدر مفتوح عن فيتوريا. طبعا فيتوريا للاسف لم يقدم اي شيء لمنتخب مصر حتى هذه اللحظه. انا كنت رافض تماما الهجوم على فيتوريا ما قبل بطوله الامم الافريقيه، ورفضت ان انا انظر للارقام اللي حققها منتخب مصر سواء على مستوى التصفيات المؤهله لكاس العالم او التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه او المباريات الوديه، وقلت ان منتخب مصر لم يظهر بشراسه او على الاقل بالشكل اللائق الى حد ما الا في مباراه الجزائر. لا وصلنا الماتشين اللي فاتوا الاولانيين قبل. لا انا بتكلم عن مباراه الجزائر الوديه اللي كنت متقدم 1-0 رغم انك انت كان مطلوب منك لاعب. لعبت بشكل محترم وقلنا شخصيه المنتخب بتظهر في المباريات الصعبه. طب انت النهارده ما فيش هزار، انت النهارده في كاس الامم الافريقيه، انت النهارده عايز تسعد الملايين، انت النهارده بتظهر شخصيتك امام العالم مش امام القاره السمراء فقط، والكل بيتفرج عليك والكل منتظر من اول الشناوي لحد محمد صلاح عشان ما حدش يقعد بس يقول على محمد صلاح كل المسؤوليات والناس اللي بتحب تركب الترند. واحنا هنتكلم عن صلاح. لا 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 ده الحلقه كلها ده احنا هنكمل كلام، عندنا كلام كتير جدا عن محمد صلاح. فانت للاسف لازم تحكم على فيتوريا دلوقتي بعد ثلاث مباريات في كاس الامم الافريقيه، شخصيه المنتخب غائبه، قدرات اللاعبين داخل الملعب صفر، عندك اخطاء دفاعيه بالجمله، ما عندكش جمله تكتيكيه واضحه او مفهومه داخل الملعب، ما عندكش بصمه واضحه لروي فيتوريا مع منتخب مصر في الثلاث مباريات. انت رد فعل، تنتج الطريقه اللي بيلعب بيها، انت رد فعل ولست ولا خطه مش انت رد فعل ولست فعل في بطوله الامم الافريقيه. انت تقدمت على زامبيا بكره من محمد صلاح ومصطفى محمد على موزمبيق، وفضلت لحد اخر المباراه فوجئت بهدف التعادل. سقطت اللياقه البدنيه، الرطوبه كانت عاليه جدا، درجه الحراره صعبه جدا في الكوتيفوار، فسقطت بهدف التعادل وفوجئت بهدف التقدم. اصبحت انت بقى رد الفعل، اظهرت شخصيتك وعايز تتعادل وكانك في نهائي الامم الافريقيه امام الجزائر او المغرب او اي فريق صعب في البطوله. ما كمل اول، كمل اول طبعا. المباراه الثانيه بالكربون يا حبيبي بالكربون طبعا. تيجي تلعب طبعا. امام غانا ايضا تتاخر بهدف امام غانا ثم تتعادل ثم يتم احراز فيك هدف التقدم، يعني في اقل من دقيقه طبعا. غانا ثم صحيح. تتعادل انت بالعنايه الالهيه طبعا. احنا ليه رد فعل ايضا في مباراه كاب فيردي الوحيده بقى اللي انت دخلتها عايز تكسب، عايز تظهر شخصيتك، عايز ترد على كم الانتقادات، عايز تصالح جماهيرك، عايز خلاص تتاهل، مفيش هزار، يا اما هتروح، مش صلاح بس اللي هيسافر، ده انت كمان هتسافر عشان قادر ترتاح من البطوله. وقابل يا حبيبي، قابل بقى الانتقادات وافتح النيران، ومن حقنا محدش هيسكت لك. في النهايه انت ايضا كنت رد فعل، احرزت تعادلت مع كافيردي بعد ما تقدم عليك بهدف في غفلة كده من الدفاعات كالعادة في مرمى الشناوي الأعزل، سيء الحظ تماما الشناوي اللي بنقول له سلامات بعد إصابة الكتف، إن شاء الله الأشعة تطمنا، إن شاء الله يكون موجود. هو يمكن صعب شوية المباراة اللي جاية، بس يا رب مين عارف، ما نقدرش نحكم لحد ما يتعلن رسمي. ف
انت في النهايه كنت رد فعل امام كابفيردي ايضا الى ان تقدمت على كابفيردي، وايضا بالاخطاء الدفاعيه تم احراز هدف التعادل ووصلت بالعنايه الالهيه. هل هذا هو منتخب مصر؟ هل هذا هو مستوى منتخب مصر؟ هل هذا هو المدير الفني الذي يليق بمنتخب مصر؟ منتخب مصر لم يظهر سوى في الشوط الثاني امام منتخب غانا ومباراه كابفيردي لما الرجل اتجرأ، لما اللعيبه اتحررت، هو لما لعبنا بشكل لائق، لما الراجل اتجرأ يا استاذ سامح، ولا تحس ان ماتش امبارح ده اليد العليا فيه كانت للعيبه نفسها؟ طبعا انا امبارح ما بديش ده احساس تسلل لقلوب ناس كتير. انا ما بديش لك ماتش امبارح ماتش اللاعبين مش ماتش المدير. على فكره بالمناسبه هي مش قصه ماتش امبارح فقط، لا، هو منتخب مصر ما بيلعبش اداء جماعي للاسف، منتخب مصر كله قدرات فرديه ومهاريه ومهارات فرديه وكانت معطله فقط في الماتشين الاولانيين، وكانت معطله بسبب عدم التحرر عشان الالتزام بخطه فيكتوريا، عدم الجراه، عدم الشجاعه، عدم اختيار التشكيل الامثل. امبارح هو راح للاعلام، امبارح سمع لطاقم الجهاز الفني، امبارح اشرف مروان عطيه وقعد النني بنزول مروان عطيه وبوجود خلاص بقى هو انا مروح شكلها باظت اما اسمع كلام الجماعه خلاص بقى لا خلاص بقى اصل انتوا عشان اما بطلت حاجاتكم مش عايزين النني ادي النني، عايزين مروان عطيه ادي مروان عطيه، محمد حمدي كفايه عليه ننزل ينزل فتوح ادي فتوح، زيزو ينزل مكان محمد صلاح ومحمد صلاح خرج من المنتخب خالص وكمل اول انك انت تعمل الاحلال والتجديد بهذا الشكل، اعاده يعني او تغيير تمركز اللاعبين، ما انت ما يبقاش عندك واحد مثلا زي محمد صلاح اللي هو اقوى جناح ايمن على مستوى العالم وتغير له مركزه، يعني فكره ان انت بتفقد اللعيبه بتاعتك تلتين ان ما كانش اكتر من قدراتهم وامكانياتهم لمجرد ان انت غيرت مركزهم وبدون سبب واضح، وما شفناش لهذه التغييرات اي انعكاسات طيبه او ايجابيه. يا استاذ كريم خليني بس اقول لك على حاجه حلوه جدا، ان انت المنتخب امبارح لو مباراه مصر وكابفيردي في دور ال 16 ما كنتش هتلاقي الاداء ده من المنتخب، كنت هتلاقي التحفظ، هتلاقي الخوف من المنافس، هتلاقي انك عامل له 100,000 و100 اعتبار ازاي ده كسبان غانا وكسبان موزمبيق وعامل قصص وطلب العلامه الكامله كنت هتدي له هيبه كالعاده. احنا عندنا ثقافه خاطئه وانا قلت نعمل عليها اكس قبل كاس الامم الافريقيه، انت كبير عيب، انت بطل افريقيا عيب، انت بعبع القاره السمراء عيب، انت لازم تروح تكون انت الفعل، لازم تهاجم من اول دقيقه، لازم تفرض شخصيتك من اول دقيقه، لازم نلاقي جمل تكتيكيه وفنيه داخل الملعب، لازم نلاقي تغييرات في المراكز ونلاقي اكثر من لاعب في اكثر من مركز واختيار التشكيله المثاليه، لازم نلاقي اللعيبه متحرره زي ما شفنا امبارح. لكن انا امبارح احس ان انا عندي منتخب في المباراه الاخيره، في المباراه اللي انا عايز اطلع من عنق الزجاجه عشان اتاهل، طب كنت فين؟ ما عملتش ليه زي المغرب في اول مباراه وكسبت بالثلاثة يا حبيبي بالثلاثة على موزمبيق؟ ما عملتش ليه في امام غانا وفزت بعد ما لعبت غانا؟ امبارح موزمبيق بتتعادل معاها 2-2 وانت كان امامك فرصه لافتراس غانا، لما تحررت امام غانا واحرزت هدف التعادل وجي فيك هدف في نفس الدقيقه تعادلت تاني مع غانا. الحقيقه على ذكر موزمبيق احنا لازم نروح ناخد لعيب منهم بالحضن. طبعا بحضن، ده بوسه من هنا وبوسه من هنا، عملوا معانا جست العمر. طبعا عملوا واجب كبير. انت في اول 10 دقائق انت بتتابع نتيجه غانا غصب عنك، ده ركله جزاء لغانا وبتتقدم، قلت خلاص بقى غانا هتفترس موزمبيق ومش هيسيبوا الفرصه، وانت هناك تاخرت بهدف امام كابفيردي، يا سعد يا هناء النجوم السوداء ان هم هيتاهلوا وحقهم، فريقه منتخب كبير جدا. ولكن موزمبيق تفاجئك بعد الهدف الثاني لغانا وتلاقي ركله جزاء لغانا، تلاقي هدفين لموزمبيق ويتعادل، تنتهي المباراه وانت رايح تكسب كابفيردي ومصر انك انت تتحط في حزبه بيرما وتتعادل مع كابفيردي برضه في اخر دقيقه. فصعب جدا يا جماعه، صعب. ليه بنروح للمنطقه دي؟ فين المنتخب؟ فين المدير الفني القوي؟ فين اتحاد الكوره؟ فين امكانيات اللاعبين داخل الملعب؟ فين التحرر داخل الملعب؟ صعب جدا، امور صعبه جدا، وحرق دم الشعب المصري مش ببلاش. اكيد اكيد طبعا. تعالى بقى، طالما ذكرت الاتحاد الكوره، فين اتحاد الكوره؟ الاتحاد الكوره يعني كان حاضر بقوه في احاديث وفي بوستات كتير قوي من المصريين على مدار اليومين اللي فاتوا فيما يتعلق بمساله محمد صلاح اللي عايزين نقف عنده شويه بمجرد ما نرجع من الفاصل ده. خليك معانا. بجدد التحيه لكل حضراتكم وبجدد الترحيب بالاستاذ سامح سمير اللي منورني في حلقتنا النهارده، وبنسعد دايما بوجوده معانا، ناقد رياضي مختلف وليه رؤيه دايما مختلفه ونظره شموليه كده، بننبسط جدا لما بنعرف منه كل تفاصيلها في كل مره بينورنا فيها. استاذ سامح اهلا بيك مره ثانيه. اهلا بيك يا استاذ كريم، اشكرك على التقديم. لا ده اقرار للواقع والله مش مجامله. محمد صلاح واللغط الكبير اللي دار حوالين محمد صلاح من اللحظه اللي قعد فيها على ارضيه الملعب ولبس حجازي شارة الكابتن، وفكره، وعلى ذكر اتحاد الكوره بقى، يعني فكره ان ناس كتير قوي كانت
ما بين مستاءة وما بين مندهشة من فكرة ان احنا نسمع عن سفر صلاح الى ليفربول من يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي اللي كان بيعمله بعد مباراته مع بورنموث في انجلترا، وما نسمعش ده من الاتحاد المصري لكرة القدم. الملف ده عايز تقول لنا فيه ايه؟ لا طبعا خلينا نتكلم الاول بصراحة عن محمد صلاح. طبعا في حاجة غريبة بتحصل في الكواليس محدش شايفها ومحدش عارفها، سواء من قبل المشككين في محمد صلاح، من خلال اللي بيخونوا محمد صلاح، من خلال اللي شايفين ان محمد صلاح لا يستحق ارتداء تيشرت منتخب مصر، او ان الراجل بيخاف على رجليه، او ان الراجل النداءات يعني وجهت لاتحاد الكرة عندنا عشان ما يخليش محمد صلاح يشارك بعد كده مستقبلا مع المنتخب المصري. لا بص خلينا بقى نتكلم بصراحة، يعني انا عايز اسال سؤال، يعني انت عندك كم لاعب جه في تاريخ مصر زي محمد صلاح؟ عندك كم لاعب دلوقتي في العالم زي محمد صلاح؟ وكيف يتم التعامل مع كريستيانو رونالدو وميسي اللي انت لازم تبص لهذه الثقافه في التعامل مع محمد صلاح؟ احنا للاسف ما بنعرفش نتعامل مع الرموز، للاسف احنا ما بنعرفش نحافظ على الرموز، ما بنعرفش نحافظ على كيان بعض. او نتكلم عن محمد صلاح تحديدا اللي ما حدش غيره جه في تاريخ مصر بهذا الشكل، مع احترامي لكل الاجيال اللي جت في تاريخ مصر وتحترم، ولكن محمد صلاح حاله فريده اسطوريه تاريخيه خاصه من طراز اوروبي. عشان بس نبقى صراحة، انت بتتكلم عن هداف الدوري الانجليزي، بتتكلم عن نجم ليفربول اللي بيتغنوا باسمه في اوروبا وليس في انجلترا او في مدينه ليفربول فقط. فاحنا عندنا مشكله يا جماعه، احنا عندنا ازمه لما اصل لمرحله ان انا اخون محمد صلاح، لما اصل لمرحله ان انا اقول ان هذا اللاعب لا يستحق ارتداء تيشرت منتخب مصر، ده عيب يا جماعه، لما اصل لمرحله ان انا اقول ان الراجل هرب من المباراه وهرب من المنتخب، والراجل سابنا في ازمه، والراجل بيدور على مصلحته، والراجل هيرجع ليفربول بالدفاع مع يورجن كلوب، يا جماعه انتوا اعتبروا رئيس عصابه، اللي بيحصل ده عيب، اللي بيحصل ده كارثه بكل المقاييس، كارثه، احنا مش موجودين، كل واحد قاعد في بيته مش دريان بالمنظومه ولا دريان بالحكايه، وسايب المنظومه الرياضيه في مصر ما ينتقدهاش، وسايب اتحاد الكوره ما ينتقدوش، وسايب فيتوريا ما يتكلمش على الراجل لا ليه شكل ولا لون ولا طعم ولا ريحه ما ينتقدوش، وسايب لعيبه المنتخب الوطني كلهم ما يتكلمش عنهم، وماسك محمد صلاح، محمد صلاح هو سبب الهزيمه في الهزيمه، ومحمد صلاح هو جزء من الفوز في حاله الفوز، ونفس الشخصيات اللي بتسقف ليه محمد صلاح عشان تركب الترند هي نفس الشخصيات اللي بعدها بربع ساعه لما يحصل موقف من صلاح يهاجموه ويقول لك انه لا يليق بان هو يلعب باسم منتخب مصر. فانا بحسد الراجل انه ظهر في المؤتمر الصحفي بيضحك، واحد الصحفيين المحترمين ابن بلده اللي طالع يتكلم معاه امام العالم، طالع يتكلم معاه امام الصحف الافريقيه والاوروبيه والعالميه ويقول له انت هناك اتهام او هناك تساؤل، انت ليه ما بتلعبش لمنتخب مصر زي ما بتلعب لليفربول؟ يا جماعه عيب، يا جماعه عيب انك تحرج لاعب بهذا القدر امام العالم، انك تساله سؤال زي ده وانت ابن بلده، بدل ما تكلمه عن المباراه وكيف يستعد للمباراه وكيف يؤازر لاعبي المنتخب وكيف ندعم منتخب مصر وكيف تصل الى دور ال 16، ان انا هاخد الراجل في مساله شخصيه في حاجه عشان اركب ترند او اخد تصريح، احرج الراجل يقوم صلاح يقابلها بابتسامه ويقول يا جماعه انا جزء في منظومه وانا عيب. وده منتخب مصر مش منتخب محمد صلاح على حد تعبير. هو قالها صحيح. بما اني حسيت ان انت ضغطك بيعلى لما فتحنا الملف ده دلوقتي، تعالى نستهدى بالله كده وتصلي على سيدنا النبي عليه وعلى اله افضل الصلاه والسلام، وناخد فكره كده معاك عن الرساله اللي بعتها جمهور النادي الاهلي في دوله الامارات الشقيقه للعيبه المنتخب المصري بعد انتهاء مباراه الامس. يا ريت. تابع معانا. تابع شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من ارض الخير ابناء زايد الخير من الامارات العربيه المتحده، خليني ابارك لك على صعود منتخب مصر، تعادل النهارده بطعم الانتصار، صعود الى المرحله التاليه في بطوله امم افريقيا. معانا مجموعه من الجماهير النهارده رصدنا فرحتهم بصعود المنتخب المصري جانب من الجماهير المصريه وايضا اخواتنا واشقائنا هنا في دوله الامارات العربيه المتحده. خليني في البدايه ارحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، نقول مبروك لمنتخب مصر، شفت المباراه ازاي ومين ابرز اللاعبين اللي لفتت نظرك النهارده في اداء منتخب مصر؟ والله اول شيء ابارك للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الشقيق بفوز وتاهل المنتخب المصري. والله كان افضل لاعب صراحه اليوم كهربا. كهربا صراحه غير مجرى المباريات بعد ما دخل. تريزيجيه برضو واحد من اللعيبه اللي صنعت الفارق مع المنتخب في الشوط الثاني. نعم صحيح فرق بشكل كبير صراحه. لو عايز تقول رساله للاعب المنتخب مصر خلاص المرحله الجايه مرحله صعبه جدا، تقول لهم ايه؟ والله
نتمنى 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 البطولة صراحة، وفرحتكم فرحتنا، وما في شك يعني مصر الإمارات والإماراتي مصر. بنشكرك. وخليني اروح بقى الجانب المصري. عايز ارحب بحضرتك في البدايه. مباراه صعبه وظروف صعبه، تعادل بطعم الانتصار بطعم الفوز. نقفل الصفحه ونقول مبروك، وعندنا مرحله تانية صعبه جدا. طبعا مبروك مبروك، الف مبروك لمنتخب مصر. هو الحمد لله طبعا المباراه كانت صعبه جدا النهارده، بس هو الفريق برضو الجبل الاخضر ما كانش سهل ابدا خالص يعني. بس فعلا فعلا تريزيجيه هو راجل المباراه يعني، فعلا اول ما نزل عمل تأثير جامد جدا. هو وإمام عاشور برضو هم يمكن أبرز اثنين كانوا ممتازين في المباراة. عايز أروح لحضرتك وأسألك، يعني ظروف صعبة قبل ما قبل المباراة، أحداث وظروف، لكن دايما رهاننا بيبقى على رجولة لعيب المنتخب المصري. أعتقد النهاردة اللعيبة كلهم ما فيش حد أثر، كانت المباراة النهاردة هي رسالة لرجولة لعيب منتخب مصر. بصراحة هو من أول الماتش وإحنا عارفين أن المنتخب نازل يقاتل المقتول، عملوا اللي عليهم، لعبوا كويس جدا، التغييرات كانت حلوه. تريزيجيه من احسن اللعيبه في مصر اخر 4 سنين، مصطفى محمد، تغييره مصطفى فتحي كانت متاخره قوي، لعيب زي ده مش محفوظ، الناس ما يعرفوهوش، عنده مهارات، لو نزل من بدري كان المفروض غير الموضوع اكتر من كده، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ودايما بيعودونا زي الفرق الكبيره، انا كزملكاوي من قناه النادي الاهلي بقول ان منتخب مصر، معلش معلش، بقول ان منتخب مصر في التعثر اللي حصل فيه ده دي بشرة خير، وانا متاكد ان هم هيكملوا للنهايه ان شاء الله بروح الناس اللي موجوده دي، وكل اللعيبه رجاله رجاله رجاله، وربنا يا رب يكرمنا دايما. النهارده المنتخب لعب حلو جدا بصراحه، بغض النظر عن الماتشين اللي فاتوا، النهارده كانوا رجاله جدا، وبغض النظر عن النتيجه عملوا اللي عليهم جدا جدا جدا، كل اللعيبه حلوين وكل اللعيبه عملوا اللي عليهم. وانا بحيي محمد صلاح طبعا، نجم عالمي غصب عن اي حد، نجم عالمي ولازم كلنا نحترمه، واكيد هو طبعا مصاب، فانا بحييهم كلهم، النهارده كانوا ابطال وكانوا رجاله، ويستحقوا طبعا ان هم يتاهلوا للدور الثاني. مبروك لمصر. عايز اروح لحضرتك، اللي جاي شايف اللي جاي ازاي؟ خلاص انت بتصعد تاني للمجموعه، امور محسومه، شايف المرحله اللي جايه هتبقى ايه؟ ايه اللي محتاجين نعمله ونقوله للعيبه خلال الفتره اللي جايه؟ والله انا شايف ان المباراه اليوم كانت مباراه قويه جدا. انا شايف ان رجل المباراه هو تريزيجيه بصراحه. مصطفى محمد ضيع فرص كتير جدا، ولكن لازم نركز في اللي جاي. فرصه كويسه جدا ان احنا تاهلنا طبعا، ولكن انا عارف ان التاهل ده صعب جدا، ولكن نركز في اللي جاي، نركز في اللي جاي. مهم جدا ان احنا ناخد كل الاراء وكل الاجواء. الرساله اللي عايزه تقوليها للاعبي المنتخب مصر النهارده بعد الصعود، ونقول لهم ايه للفتره اللي جايه؟ لا، هو ما فيش رساله، بس هو الماتش النهارده كان حلو قوي، ولو فضلوا ان شاء الله بنفس المستوى ده ان شاء الله ربنا مش هيضيع تعبهم، وهيتاهلوا باذن الله ان شاء الله على نفس المستوى ده. اكتر اللاعبين اللي شفتيه لفت النظر النهارده ادى دوره، واحد من اللعيبه اللي تعتبرين جم المباراه النهارده؟ تريزيجيه وكهربا. قول لي النهارده شايف ايه اللي اختلف في اداء منتخب مصر النهارده؟ وادي انا شايف ان يعني تريزيجيه تم اختياره رجل المباراه. هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الاول انا بحيي الشعب المصري كله على المكسب الغالي ده، لان المباراه دي فعلا بينت لنا ان الكوره لها معنى. الكوره لها معنى بايه؟ في البدايه انا عايز اتكلم على محمد صلاح. محمد صلاح خارج الملعب ادى دفع للعيبه، كل واحد عايز يبين نجوميته، تمام؟ فكل واحد من اللعيبه ظهر بمثال قوي. فانا بقول لثلاث لعيبه استمروا على النهج ده: مروان عطيه، محمود تريزيجيه، العالمي ده ما يتقالش عليه غير عالمي، محمود تريزيجيه ده ما يتقالش عليه غير عالمي لانه فعلا عالمي. واللعيب الثالث طبعا مصطفى محمد، احسن 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 ثلاث لعيبه في المباراه. فانا بحييهم وبقول لهم استمروا، وان شاء الله اللي جاي افضل. المرحله اللي جايه مرحله صعبه، ويعني ممكن روي فيتوريا ما كانش في بعض الانتقادات وجهت لروي فيتوريا، قدر منتخب مصر دايما انت بتلعب على البطوله، تقدر تقول النهارده قدر ان هو يعني نقول تتوافق اختياراته مع بعض اراء الجماهير اللي كان بتنادي ببدايه مروان عطيه في المباراه، تريزيجيه ياخد وقت اكتر؟ بالظبط. مروان عطيه النهارده هو ابتدى بيه، لان محمد النني مش قادر يعمل الدور اللي بيعمله مروان عطيه، وان هو يسقط ما بين المدافعين ويطلع بالكوره. فهو النهارده مروان عطيه كان بيوزع لعب بشكل عالمي. مروان عطيه فعلا فعلا زي ما بنقول ان تريزيجيه رقم واحد في المنتخب، وهو فعلا رقم واحد في المنتخب. لو رجعنا بماتش الكونغو كاس العالم، هو تريزيجيه الفارق النهارده، برضه تريزيجيه هو الفارق.
طبعا تريزيجيه عالمي، لازم يبقى مروان عطيه نقطه اساسيه في المنتخب، يبدا كل ماتش لازم. قولي لي اسمك ايه؟ مكه. مكه، عايزه تقولي ايه لمصر الاول؟ تقولي ايه للمنتخب مصر النهارده؟ مبروك بقى ان هم صعدوا، تقولي لهم ايه؟ عايز اسمع كلمه مبروك بصوت عالي، مبروك لمصر. ماشي. انا بحب الاهلي. ماشي طبعا لازم تحب الاهلي. وداني وبحب مصر. انت لابسه احمر عشان النادي الاهلي وعشان مصر؟ اه. عايز تقول ايه لعيبه منتخب اللي كانوا رجاله النهارده؟ واعتقد يعني هو تعادل اه، ولكن اللي جاي اصعب واللي جاي اهم، نقول لهم رسائل مهمه كتير جدا. هو طبعا تعادل بمعنى الفوز، اللعيبه كلها تعبت من تحت لقدام، من الدفاع من الوسط لمروان عطيه لمحمد عبد المنعم لاحمد حجازي، كلهم رجاله كلهم روحهم كويسه، وده منتخب مصر. احنا تعودنا طبعا على مدار العصور ان منتخب مصر بيقدم كره كويسه جدا، لعيبته عندها روح. تعثرنا في الادوار فيما قبل في البطولات اللي قبل كده، بس بناخد البطوله، بنكسب، بنعدي، عدينا مرحله، هنبص للي بعديها. عدى الماتش، الماتش خلص، هنبص اللي جاي، واحنا يعني ثقتنا في لعيبتنا كتيره جدا. تحياتنا لزميلنا العزيز فاروق صلاح على الشغل الممتاز اللي هو عامله من الامارات، وتحياتنا للشعب الاماراتي كاملا اللي دايما الحقيقه بيكون دايما مساند ومشجع لينا بما يتماشى مع المحبه المتبادله بين الشعبين. وطبعا تحياتنا كمان لكل حبايبنا المصريين المقيمين في دوله الامارات الشقيقه، واللي كتير جدا منهم بيبقى عندهم ملاحظات الحقيقه، يعني سواء في التشكيل، في طريقه اللعب، في الاسماء اللي تلعب والاسماء اللي ما تلعبش. والله لو روي بيتوليا كان سمع الكلمتين دول من الاول كان الحال بقى غير الحال. احسن مننا والله يا مش كده؟ والله زي والله احسن مننا كذا مره، زي الفل، احسن مننا 100 مره. اولا طبعا لفته طيبه جدا جدا ان قناه الاهلي تبقى بالذكاء اللي خلاها تستغل معسكر الاهلي هناك في الامارات، ان شاء الله يرجع بالسلامه. برده هنتكلم الاهلي بقى لما يرجع ويبقى ربنا معاه في البطولات اللي جايه. حلو انك تستغل ده، انك انت تتابع الجمهور الاماراتي هناك طبعا. وهو الراجل بيقول لك الاماراتي يعني مصري ومصري يعني اماراتي، دي مش مزايده، دي حاجه تحترم. ادي واحد طبعا. اتنين المصريين اللي قاعدين هناك وبيؤازروا المنتخب وارائهم، ادي اتنين، دي حاجه حلوه جدا. لو بصيت على الكلام، مصطفى فتحي لعيب قال لك انا بسميه الولد الشقي، وفعلا مش طريقته مش محفوظه لسه طبعا. في الملعب فسهل انك تستفيد بيه. امبارح فعلا اتاخر، كان لازم ينزل اقصاها الدقيقه 60 او 65. مصطفى محمد تريزيجيه عالمي طبعا، دي رساله طبعا. ولا يجلس بديلا، دي حقيقه. مصطفى صحيح. محمد انا كتبتها امبارح عندي في الجون، لا يجلس بديلا تريزيجيه نهائيا، دي رساله. مصطفى محمد انا شايف ان هو ماشي على خطى حسام حسن، لسه بينقصه الخبرات، لسه عاوز يقلل من تسرعه، يقلل من تدخله حتى مع لعيبته. ساعات بيخش مع لعيبته عشان ياخد الكره، طبعا هو عشان نفسه ان هو يعمل حاجه للمنتخب، لكن ممتاز جدا. لعيبه المنتخب امبارح، ودي رساله مهمه جدا، كانوا رجاله وروحهم عاليه جدا، وانا قلتها لك في الفاصل، بالروح والاداء الرجولي ده تصل للنهائي، بل ممكن انك تاخد البطوله. ما تكلمناش عن فيكتوريا، ولكن لازم نقول ان فيكتوريا احنا لازلنا داعمين ليه، ولازلنا داعمين للمنتخب، عاوزين ناخد البطوله، واحنا اول ناس هنسقف لك امام الكاميرات ونقول انك تكمل وتستمر مع المنتخب، ولكن بشرط. ايه هو ده؟ انك انت تتعود على الجرأة اللي بدأت بيها مباراة الامس، انك تتعود على تغيير المراكز والتغيير اللي شفناه في اللاعبين بهذا الشكل. مرموش يلعب، تريزيجيه ينزل، زيزو ينزل مكان صلاح، لا زيزو يسحبه في وسط الملعب ويرجع بتريزيجيه يلعب قصاد عمر مرموش، يلعب بفتوح ويغيره مكان محمد حمدي، ثم يعود الاعتماد على محمد حمدي، مروان عطية يعمل الدور الغائب عن محمد النني اللي انا شفته وقلت ولا زلت بقولها ان النني هيقعد كتير جدا على دكه البدلاء اذا لم يحدث الفارق داخل منتخب مصر، لان المستقبل لمروان عطيه. امام عاشور كان ولا احلى امبارح، حجازي امبارح عمل اسيست رائع لتريزيجيه، تريزيجيه عمل اسيست ولا احلى لمصطفى محمد. امبارح كان في اداء فردي ومهاري ورجولي وروح عاليه جدا من اللاعبين توصلوا للنهائي، ولكن نتمنى بقى هنا بتاتش روي فيكتوريا الفتره اللي جايه، وان احنا نشوف مدير فني جريء شجاع شايف امكانيات لعيبته قادر يوظفها في الملعب عشان يسعد المصريين. وللامانه برضو كلمه حق لازم تتقال، الروح اللي كانت موجوده من اللعيبه ال11 الموجودين طبعًا. في الملعب كربونتها موجوده على الدكه بره، يعني يمكن كهربا كان يعني الكاميرا ظهرته اكتر من مره، لكن الروح اللي كانت موجوده طبعا. ابو جبل وابو جبل قبل نزوله وبعد نزوله كله، من اول ابو جبل لحد كهربا حارس المرمى لحد المهاجم وكل اللاعبين الموجودين طبعًا. في الملعب حتى محمد صلاح امبارح طبعا، اللي الناس الكاميرا طبعا رايحه معاه وبتجيبه أكيد. شوف انفعالات صلاح لما دخل فيك هدف، وشوف صحيح. فرحته لما طبعًا. جبت هدف والتاني يا جماعه، بتتكلم في محمد صلاح، عيب عيب. اللي فات في البطوله دي حماده، واللي جاي حماده ثاني خالص، مستوى ثاني خالص من المنافسين.
يستدعي ان احنا لازم على حد تعبيرك او ممكن انا اغير المفردة ان احنا نشرس روي فيتوريا اكتر من اللي حاصل. ان في ناس كتير حتى كانت وصلت على فكره على بس على صعيد السوشيال ميديا ان في ناس كانت مستفزه من الهدوء اللي هو كان بيبقى واقف بيه على 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 خط الملعب. مجرد هدوءه ده كان مستفز الناس كتير. بص هو احنا عشان نقفل ملف صلاح لان احنا خلاص نقلبك على فيتوريا عشان نقفل ملف صلاح الاول نتمنى ان احنا ننسى بقى محمد صلاح مسافر خلاص لليفربول وهيخضع لعمليه تاهيل مكثفه جدا وعندهم امل انه يلحق بمباراه تشيلسي وارسنال في الدوري الانجليزي. وفي نفس الوقت احنا عندنا امل وطبعا ليفربول خرج ببيان امبارح ان بعد تاهل مصر احنا ممكن نرجع صلاح في المباراه النهائيه وقبل النهائيه على حسب ان الراجل محتاج طبعا 20 يوم ده صعب جدا بس عيب لما نطلع نعرف من التايمز او نطلع نعرف من ليفربول او نطلع نعرف من كلوب حقيقه اصابه محمد صلاح نفسه خاطئ طبعا بالتالي فتره التعافي اللي كتبت في التقرير خاطئه طبعا يا جماعه دكتور ابو العيله مش قليل دكتور ابو العيله كبير في منتخب طبعًا. مصر وطلع امبارح قال انا محدش هيعلمني ان انا اتكلم ازاي او اشخص ازاي لكن انا مش لازم اقول تفاصيل اصابات اللاعبين ومش لازم مش مخول ليا ان انا اقول كل حاجه بس برضو عيب ان انا اعرف من يورجن كلوب ان صلاح مسافر على انجلترا والاتحاد المصري لكره القدم باجل لما بعد مباراه كاب فيردي. انت مخبي على مين؟ مخبي على الشعب المصري اللي بيتصيد الاخطاء اللي بيوقف على كل كلمه البعض فيه باش ان الشعب كله شعب متفتح وبيفهم ولكن البعض بيتصيد لك الاخطاء البعض منتظر ان هو يخون ويشكك وينتقد ويقول عن محمد صلاح ده هرب ده ماشي ده رجع انت بترسم سيناريو هو الأسوأ في تاريخك وفي تاريخ محمد صلاح ان انا اعرف من ليفربول ان الراجل مصاب وحقيقه اصابته ما اعرفش منك ان روح لجريت التايمز اللي بتكتب ان صلاح عنده تمزق بسيط في عضله من العضلات الثلاثه اللي بتشكل اوتار الركبه ده منتهى الخطوره يا جماعه وما اعرفش منك انت انك تطلع ببيان كاتحاد كوره ان صلاح مسافر بعد ما اعلن يورجن كلوب واعلن ليفربول عيب اللي حصل امبارح انت مسؤول فيه حاله التوتر اللي كان فيها الشعب المصري انت مسؤول فيه الحاله النفسيه السيئه اللي اكيد عاشها محمد صلاح انت مسؤول فيها لكن خلاص نقطه ومن اول السطر ننسى اللي بيحصل ولكن نتمنى اننا نتعلم الشفافيه يا جماعه مع الاعلام المصري ومع الشعب المصري وفي تعاملك مع الامور. النادي الانجليزي خرج بمنتهى الدم البارد الانجليزي وقال لك صلاح مصاب وهيرجع وهيجي وعنده كذا وعنده كذا ما تتكلم هتطلع ما تقول هنفضل لحد امتى نخبي هنفضل لحد امتى بنخاف هنفضل لحد امتى نتوتر يكونوش حبوا يعملوها لنا مفاجاه يا استاذ سامي مفاجاه لمين محمد صلاح عارف انه مصاب اللعيبه في المنتخب عارفين ان هو مصاب الجهاز الفني باللاعبين باتحاد الكوره عارف انه راجع انجلترا ليه ما تبقاش صريح مع الاعلام المصري وصريح مع الشعب المصري عشان ما يشككش فيك عشان ما يروحش يشكك في محمد صلاح عشان ما يروحش يقول هو ايه الحكايه هو هرب ولا قالك البطوله احنا خارجين منها خلاص بقى انا انفد بجلدي عيب يا جماعه عيب ده انتوا وصلتوا لمرحله شوفوا صلاح امبارح على الشكل كان عامل ازاي شوفوا المنتخب امبارح الاداء الرجولي كان عامل ازاي شوف مصطفى محمد بيحتفل بتيشيرت محمد صلاح ازاي بعد ما جاب هدف الفوز او الهدف الثاني البعض من الجماهير شافت ان المستوى بالاداء اتحسن بكتير لمجرد خروج صلاح متخيل ده انت متخيل كمان ان هو بيقول لك اللعيبه اتحررت بعد خروج صلاح هم كانوا مساجين انا عايز افهم هي اللعيبه كانت مساجين لا اصل احنا غيرنا ونزلنا زيزو ومصطفى فتحي لكن صلاح وجوده كان مخلي اللعيبه دي ما تنزلش يا جماعه عيب انتقدوا محمد صلاح في الملعب قول ان هو وحش قول ان هو لا يليق بهذه المباراه قول ان يقعد على دكه البدلاء زي ما عملت مع نني وزي مع اي لاعب انا لست ضد انتقاد محمد صلاح من اول الشناوي لحد صلاح داخل الملعب طب. لكن نصل لمرحله التشكيك نصل لمرحله التخوين نصل لمرحله الهروب عيب يا جماعه انضجوا وحبوا مصلحه مصر ومصلحه رمز زي محمد صلاح المرحله اللي جايه بقى في رأيك نرجع بقى لفيكتوريا ونرجع للسؤال سالتوني لا حتى بعيدا عن فيكتوريا بكلمك بقى بشكل عام لان احنا فاضل عندنا دقيقه على نهايه الحلقه تعالى نستغل الدقيقة دي في ان انت توجه رسائل لمين وتقول له فيها ايه بص هوجه سريعا كده هوجه رقم واحد لفيتوريا طبعا لان هو الحاكم بامره في منتخب مصر من فضلك من فضلك من فضلك تعلم من المباريات الثلاث المهمة جدا والخطيرة جدا في تاريخ منتخب مصر اللي ما حصلش من سنة 90 انك تتعادل فيه ثلاث مباريات من كأس الأمم الأفريقية اللي اعتذر عنها محمود الجوهري عشان مشاركته في كأس العالم رحمة الله عليه أحد أهم الإنجازات على مستوى تاريخ مصر تعلم
التشكيل الأمثل لمنتخب مصر في المباريات القادمة. تعلم الجرأة والشجاعة اللي لعبت بيها في الشوط الثاني أمام غانا وامبارح في مباراة كاب فيردي. من فضلك اعرف قيمة منتخب مصر وحرق الدم الشعب المصري عشان تقدر أنك أنت تصل بهذا المنتخب للمباراة النهائية. وحنسقف لك أنت قادر والمنتخب قادر والروح اللي شفناها امبارح قادرة. طب. ونقدر نسقف ونقول لك الله عليك، احنا لقينا ضلتنا في فيكتوريا، يا سلام يا ريت نلاقي ده. فده رقم واحد فيكتوريا. هبتدي بالشناوي اقول له سلامات، ترجع بالف سلامه، انت سيء الحظ تماما في هذه البطوله بسبب الاخطاء الدفاعيه والخمسه اهداف اللي دخلوا مرماك. للاسف الشناوي يعني حظه سيء جدا. حجازي مش ذنبك ان الراجل مصر انه يلعبك خط دفاع في منتخب مصر وانت ابتعدت كثيرا بسبب الاصابات. محمد عبد المنعم الرجل الاول في خط دفاع منتخب مصر تستحق وطليق. مروان عطيه فرصه من ذهب تستغلها. امام عاشور الولد الشقي الجديد في منتخب مصر تستحق المكان الافضل في منتخب مصر. هنكمل بس بسرعه مصطفى محمد على خطى حسام حسن وبقولها، ولكن ركز عشان تقدر تكون من الاعمده الاساسيه. انت المهاجم الوحيد الاوحد حتى الان في مصر، مش في منتخب مصر فقط، بهذه القدرات. محمد صلاح لا تنظر الى الخلف، لا تنظر الى الانتقادات، لا تنظر الى التخوين، لا تفكر في الاعتزال دوليا. سأستمر في قياده منتخب مصر. تريزيجيه اتظلمت كثيرا كثيرا كثيرا. ركز داخل الملعب، انت احد العناقيد المهارات من طراز أوروبي داخل منتخب مصر. نتمنى العودة بالكأس ونيجي هنا إن شاء الله نحتفل كلنا، بس نمشي على خطى مباراة الأمس. رسالتي أنا بقى ليك كلها شكر وامتنان لوجودك معنا في حلقتنا النهاردة. شكرا جزيلا ليك، وأكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعة لحلقتنا النهاردة. بكرة بإذن الرحمن يتجدد اللقاء، يوم جديد وحلقة جديدة، و10 الصبح في الأهلي. صباح الفل عليكم.